skyscrapers high influences our lives, but doesn't always hear our forests' cries. What gathers us together predicts the weather, but can ignore the climate's warning signs. What lifts millions out of poverty develops economies, but doesn't always address growing inequalities. What defines our knowledge and shapes our priorities, but at times is out of touch with global realities. Education is the answer and holds the key. To face our changing world, we must learn to live sustainably. And when we do, we can adapt. We can act. We can respond to our future with far greater impact. For the survival of our planet, we need to learn for our planet. Welcome to this UNESCO World Conference on مرحبا إلى هذا المؤتمر العالمي لليونسكو بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة. أنا سأكون اليوم مشرفة على هذا الاجتماع، وأود أن أرحب بنيابتي عن اليونسكو وعن وزارة التعليم الألمانية التي تحتضن وتدعم هذا المؤتمر. بإمكانكم الانضمام إلينا افتراضيا من كل مكان في العالم. لدينا أكثر من 2500 مشارك اليوم من واضعي سياسات وخبراء ووزراء ومنظمات غير حكومية وطلبة. لدينا كذلك أعضاء من القطاع الخاص. نأمل أن هذا الاجتماع سيكون اجتماعاً حركياً ونشطاً من أجل تحقيق التعليم بشأن التنمية المستدامة. الأمر يتعلق بتوفير المهارات للمتعلمين حتى يتسنى لهم جعل العالم عالماً أكثر استدامة، وإدراج البيئة في كافة البرامج التعليمية في العالم. اليونسكو تفتح الباب أمامكم للمشاركة في هذه المناقشات خلال الأيام المقبلة من أجل وضع خارطة طريق، ونأمل أنكم ستشاركوننا في هذا الاجتماع. نرجو منكم الإدلاء بتعليقاتكم بشأن هذا الاجتماع على مواقع التواصل الاجتماعي. أمامكم إذن هذا الهاشتاغ الذي بإمكانكم أن تستخدموه. بإمكانكم كذلك الانضمام إلينا على موقع لينكدإن. ثمة إذن الكثير من المشاركين معنا من العالم، وثمة الترجمة الفورية متوفرة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والألمانية والصينية والعربية. بإمكانكم إذن اختيار اللغة في أسفل الشاشة. ونأمل أنكم ستنضموا إلينا في مختلف الجلسات التي سنعقدها في إطار هذا الاجتماع. Audrey Azoulay. Madame la chancelière, chère Angela Merkel. سيدتي المستشارة الألمانية، أصحاب المعالي والسعادة، لقد أصبح تاريخ الإنسانية سباقا بين التعليم والكوارث. ففي عام 1920 هربرت جورج ويلز مؤلف كتاب حرب العوالم حذر من الخطر الذي نواجهه اليوم. وفي عام 2021 نحن لا نواجه حرب عوالم، ولكن حربا ضد عالمنا، حربا ضد أنفسنا،
حرب سنخسرها بكل تأكيد. هذا المؤتمر يعقد في هذا الوقت الحاسم، وأنا ممتنة لألمانيا على احتضانه. إن كوكبنا بلغ نقطة حرجة، فالعقد الأخير كان الأشد حرارة في تاريخنا. قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون بلغت حدودها، وملايين الأصناف مهددة بالانقراض. في الوقت نفسه الكارثة البيئية تفضي إلى كوارث أخرى اجتماعية واقتصادية وجغرافية وسياسية. في عام 2019 الكوارث المناخية تسببت في نزوح 24.9 مليون شخص في أكثر من 140 بلدا، وهو ما يقارب عدد سكان أستراليا. لوقت طويل تغاضينا غير مبالين، والتنوع البيولوجي لكوكبنا يتدهور وجماله يندثر. لوقت طويل تجاهلنا بأن صحة الإنسان مقترنة بصحة البيئة، وهذه الجائحة تذكرنا بهذا. لوقت طويل واصلنا الاطلاع بأعمالنا كالعادة، ولكن اليوم كوكبنا الأزرق أصبح أحمر كربوني، اقتباسا من كتابك الأخير عزيزي لورون فابيوس. يمكننا التغيير وبإمكاننا ذلك. بإمكاننا أن نغير أساليب حياتنا، طرق تفكيرنا، اقتصاداتنا، حتى نطور قيما تراعي الطبيعة. ومن أجل هذا فالتعليم هو الوسيلة المناسبة. أصحاب المعالي والسعادة، من أجل هذا لم نبدأ رحلتنا خالين الوفاض. منذ إطلاق عقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة الذي اقترحه اليابان، التصرفات بدأت تتغير. وبعد هذا العقد، برنامج عمل اليونسكو العالمي لمدة 5 سنوات حشد أكثر من 100 شريك لفائدة 37 مليون تلميذ ومليوني معلم في العالم، وذلك من أجل تدريبهم وإذكاء الوعي بشأن هذا الموضوع. برنامج عمل 2030 أتاح كذلك تحديد أهداف التنمية المستدامة، وجعل في صميم هذا البرنامج الهدف الرابع المتعلق بالتربية، والذي يعتبر طموحا من أجل التربية لتحقيق التنمية المستدامة. الدول الأعضاء قالت بأن هناك تحدي وجودي بالنسبة لمجتمعاتنا في هذا السياق. اليوم نحن قبل 10 سنوات من هذا الأجل ونحن متأخرون. يجب علينا أن نكثف من جهودنا وأن نستفيد من التربية من أجل تحقيق ذلك. وهذا هو هدف مؤتمرنا الذي يشارك فيه أكثر من 2500 حاضر، ومن بينهم 75 وزير للتربية. إن تكثيف جهودنا هو هدف والإطار الجديد للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي نطلقه من أجل مواصلة عملنا في إطار هذا العقد وتسريع وتيرة عملنا. يجب أن تكون البيئة في صميم الأنظمة التعليمية، لأن التربية تتيح للأطفال التعلم والاستجابة لتحديات عصرهم، وربما التحدي البيئي هو الأكثر إلحاحا. للأسف هذا لم يتحقق في البرامج التعليمية، وهذا ما نراه من خلال تقرير التعلم من أجل الكوكب الذي يحلل وضع التربية في أكثر من 50 بلدا في العالم. وما الذي يقوله هذا التقرير؟ يقول بأن التغير المناخي يرد في برامج أقل من بلد من أصل بلدين، وأن صحة المحيطات ترد فقط في برامج نصف البلدان فقط، وأن التنوع البيولوجي حاضر في برامج أقل من بلد من أصل 5. فيما يتعلق بتدريب المعلمين، الأمر ليس أحسن، لأن ثلثيها لا يشير إلى هذه المشاكل البيئية. التربية في مجال البيئة هي في هامش البرامج التعليمية. يجب علينا أن نحول دون ذلك، وذلك من خلال تدريب المعلمين أكثر والاستناد إلى المعارف الأصلية التي تعلمنا كثيرا، على غرار ما أشار إليه وتشير إليه المادة 7 من اتفاق باريس. أدعوكم إذن لتقديم الدعم لهذا الإعلان، إعلان برلين، حتى نعيد للتربية والبيئة والتنمية المستدامة مكانتها.
أطلب منكم كذلك أن ترتقوا بطموحاتكم. طموحاتكم أو هذه الطموحات تقتضي كافة الجهود ومشاركة كافة الدول الأعضاء. حتى وفي عام 2025 قبيل أجل 2030 كافة برامج التعليم في الدول الأعضاء في اليونسكو ستدرج مسألة البيئة في البرامج. اليونسكو ستواصل العمل على هذا في إطار مؤتمر الأطراف 26 في غلاسكو ومؤتمر الأطراف 15 بشأن التنوع البيولوجي في كونمينغ. لقد حان الوقت لنعمل معا، ولا يمكننا إلا أن نستفيد من التربية من أجل تحقيق هذا. شكرا جزيلا. And thank you, Director General Azoulay, for those remarks. شكرا لصاحبة السعادة السيدة المديرة العامة لليونسكو. كما سمعتم فإن هناك دعم عام لهذه الجهود، والآن سنستمع إلى بعض العبارات الاستهلالية للسيدة المستشارة أنجيلا ميركل. السيدة المديرة العامة أودري أزولاي، أيها الوزراء الكرام، سيداتي سادتي، إنني أرحب بكم في هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لليونسكو بشأن التنمية المستدامة والتعليم. إن التعليم يوفر فرص سانحة للفرد وأيضا للمجتمع. إن التعليم يسمح للفرد بأن يتولى مسؤولياته وأن يلتزم من أجل مستقبل أكثر استدامة، وهذا يعتبر من أهم المهام المؤكلة إلينا في عصرنا هذا. فإن الأمم المتحدة قد حددت الأهداف للتنمية المستدامة، وبالتالي فإن التربية والتعليم من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يكون في متناول كل فرد في مختلف أنحاء العالم. إننا نهتم بالتعليم من أجل التنمية المستدامة وندمجه في كافة أرجاء النظم التعليمية في ألمانيا. إننا نهتم كذلك بالتشارك مع المجتمع المدني ومختلف الأطراف المعنيين، ونقوم بإجراء مشروعات وبحوث، ونقوم بإصداء المشورة للمجتمعات المحلية من جانب مراكز استشارية. إن لدينا برنامج وطني بعنوان التعليم من أجل التنمية المستدامة 2030، ولكن هذا البرنامج لن نستطيع أن ننفذه بالكامل إلا بفضل التعاون الدولي. وبالتالي فإنني أرحب بمشاركتكم جميعا في هذه الجهود. فإن نجاح مثل هذا البرنامج الجديد، أي التعليم من أجل التنمية المستدامة، سيسمح لنا بالاقتراب من كل أهداف التنمية المستدامة. وإن إعلان برلين يعتبر بمثابة المرشد الهام بالنسبة لنا على هذا المسار والدرب. أتمنى لكم جميعا كل التوفيق في هذا المؤتمر، وأتمنى لكم كل النجاح. Thank you to the German Chancellor for that welcoming note there. We wanted to bring in now some. شكرا للمستشارة الألمانية على هذه العبارات الترحيبية. وإننا كنا نود أن نبدأ بلفتة إيجابية، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت من جديد على أهمية دور اليونسكو فيما يخص الاهتمام بالتعليم من أجل التنمية المستدامة. وبالتالي يسرنا الآن أن نستمع إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد. حضرة السيدة ميركل، المستشارة الألمانية، حضرات السادات والسادة، إنه من دواعي سروري أن أخاطبكم. العالم يتصدى الآن للكوفيد، ولدينا طموح أيضا للقضاء على التغير المناخي والفقر. كل هذا موجود في الأجندة 2030. لابد إذن لنا أن نخطو خطوات من أجل تغيير وتحويل التعليم، أن نعرف ما نتعلمه وكيف وما هو المضمون. لابد لنا أن نعيد ابتكار التعليم، وذلك لضمان أن يكون الشباب مسلحا للتصدي للتحديات ولممارسة المواطنة العالمية ولمواجهة الهشاشة والمشاكل. واليونسكو يمكن أن تساعد عندنا، وذلك من أجل فهم دور التعليم. هذا لازم إذا ما أردنا أن نخفض الفجوات وأن نبني الثقة والتسامح. حضرات السيدات والسادة، إن الجائحة أثرت تأثيرا سلبيا في المدارس. هنالك 1.4 مليارات من الذين تسربوا عن المدرسة، العديد منهم لن يعود إلى المدرسة، سيما في صفوف
الفتيات، وهذا ستكون له عواقب وخيمة وطويلة الأجل. لابد إذن أن نبذل جهود من أجل التعافي والانتعاج. لابد للحكومات إذن أن تتخذ تدابير من أجل كسب ما فقدناه خلال الجائحة. لابد لنا أن نكرس اهتمامنا على تحسين الالتحاق والاهتمام أيضا بنوعية العلم الذي نحتاج إليه. التعليم لغرض التنمية المستدامة لابد أن يكون متجسدا في كل الأنظمة التربوية في العالم. وأود أن أحث الجميع وعلى صانعي السياسات والمربين والشباب ورؤساء الشركات أن يعيدوا ويجددوا التزامهم بضرورة تحويل المجتمعات مع استخدام التربية كركن أساسي. شكرا جزيلا. شكرا سيدتي أمينة محمد. تمت الأمم المتحدة للمناخ، كذلك هي حدث مهم. سنستقبل الآن السيدة إسبينوزا. أيها I'm so encouraged to see that this conference is tackling several crucial issues at once, including addressing the climate and biodiversity crisis. مسألة التغير المناخي وضمان الزخم، ونحن نتعافى من جائحة كوفيد 19 بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين وأكثر من ذلك. والأهم من ذلك، فهذا الاجتماع يركز على تقديم الدعم لكافة المتعلمين، وهذا التركيز مهم للغاية، ليس فقط في هذا المؤتمر ولكن في مجتمعاتنا ومدننا وصفوفنا. نحن بحاجة للتربية بشأن التغير المناخي والتنمية المستدامة أكثر من أي وقت مضى. إن التغير المناخي هو تحد كبير يواجهه العالمية والإنسانية برمتها، وهذا الموضوع لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله، لا سيما في أقسامنا وصفوفنا. ومن ثم فإطلاق التعليم من أجل التنمية المستدامة، من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مرحب به ويأتي في أوانه. إن التغير المناخي ليس فقط هدفا من أهداف التنمية المستدامة، بل هو يؤثر فيه ويرتبط كذلك بكافة الأهداف الأخرى. هذا الإطار سيضمن بأن أنظمة التعليم ستقدم الدعم للمتعلمين من كافة الأعمار حتى يساهموا بفعالية في مجتمعات أكثر استدامة وكوكب أكثر صحة. يسرني بأن نتائج هذا المؤتمر ستستفاد منها كذلك في مؤتمر الأطراف 26 في غلاسكو. حتى يكون مؤتمر الأطراف في مكللا بالنجاح، يجب أن تكون نتائجه تعنى بمختلف المجالات، بما في ذلك عملنا من أجل التمكين المناخي أو أيس. هذا جزء مهم من اتفاقية باريس، وهو يعنى بالتعليم والتدريب في المجال المناخي، ولكن كذلك إذكاء الوعي بشأن السياسات المناخية واتخاذ إجراءات في المجال المناخي. الأطفال والشباب يطلعون بدور مهم في هذا الصدد، ولكن العمل على ذلك ليس مسؤوليتهم. هذا البرنامج، برنامج أيس، يضمن بأن كافة المواطنين يملكون المهارات الكافية من أجل إحداث التغيير وتحقيق مجتمعات محايدة كربونيا وأقل وأكثر صمودا. الأمر يتعلق بالتعلم مدى الحياة وإعطاء الأدوات اللازمة من أجل لمواجهة التغير المناخي. هذه المرونة مهمة للغاية، وهذا المؤتمر يقر بأن هذه الحالة الطارئة في المجال المناخي ستفضي إلى أحداث أخرى، ويجب علينا أن نتكيف معها. نحن أيضا بحاجة لنضمن بأن استجابات الحكومات لجائحة كوفيد 19 تتناول مسألة المساواة بين الجنسين والشرخ الرقمي، فأوجه عدم المساواة بين الجنسين تفاقمت خلال الجائحة، ويجب علينا معالجتها. ولهذا فالتعليم مهم للغاية، ولا سيما التعليم الذي يشتمل على التغير المناخي والتنمية المستدامة. يجب علينا أن نضمن بأن الفتيات والنساء لا يشاركن فقط في المحادثات بشأن هذا الموضوع، ولكنهن يقودن تلك المحادثات
الآن وعلى المدى الطويل. في الختام أود أن أعرب عن تقديري وامتناني للشراكات على غرار الشراكة التي تربطنا باليونسكو. نحن نتطلع لتعزيزها وإقامة شراكات أخرى مع الحاضرين في هذا المؤتمر، ليس فقط تحضيرا لمؤتمر الأطراف في 26 ولكن لأبعد من ذلك، لنضمن بأن التعلم مدى الحياة والالتزام بشأن التنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي وبالفعل عملية تتم مدى الحياة. بهذا سنقوم ببناء مجتمع أكثر استدامة، أكثر إنصافا، وأكثر نظافة للجميع. شكرا. شكرا جزيلا على هذه الملاحظات. أود أن أقول أن اليونسكو والوزارة سوف يعتمدون هذه الخارطة، ولكنهم يريدون أيضا التزامات واضحة. إحدى النتائج إذن ستكون بيان برلين، والسيدة أزولي أشارت إليه، والوثيقة موجودة على الموقع في كافة اللغات. يمكنكم أن تستخدموا الرابط لقراءة هذا البيان وللتعقيب عليه ولمزيد من الإضافات، فتكونون أنتم جزءا من ما سيتلخص عنه هذا المؤتمر. والآن ما هو الطريق إلى الأمام؟ سوف نستمع إلى متحدثين ثلاثة. لوران فابيوس هو المتحدث الأول، وهو رئيس المجلس الدستوري، وهو الذي كان مهندس بياني باريس، وهو يمكن إذن وهو أكثر من أي شخص يستطيع أن يفيدنا حول هذا الموضوع. عمتم صباحا، آمل أن تسمعونني جيدا. أود أولا أن أهنئ اليونسكو بشخص المديرة العامة السيدة أزولي. أود أن أشكر أيضا جمهورية ألمانيا الاتحادية التي أخذت على عاتقها هذه المبادرة، وهو مؤتمر مهم للغاية. نعرف ما تقوم به فرنسا، والوزير هو الذي سوف يتحدث باسم فرنسا من أجل تطوير التعليم لفائدة تنمية المستدامة. أنا أود أن أخذ الكلمة هنا بصفة رئيس كوب 21، ولأنني تابعت عن كثب كل ما يمت بصلة إلى التنمية المستدامة، ولا سيما مكافحة التغير المناخي والاحترار. أود أن أشير إلى أمر سبقني إليه آخرون. أود أن أقول أن التعليم يبدأ في المدارس. اتفاق باريس، وهو مرجعية بالنسبة لمكافحة التغير المناخي، شدد على ذلك. وأنا أقرأ هنا عن المادة 12، الأطراف أي الموقعون، العالم بأسره الكل وقع. تتعاون إذن الأطراف مع اتخاذ التدابير لتحسين التربية والتعليم والتدريب والتوعية وإشراك الجمهور العريض ومشاركة المواطنين في كل ما يمت بصلة إلى التغير المناخي. إذن هذا ما يقوله النص، والآن علينا أن ننتقل من القول إلى الفعل. إذن اتفاقية باريس قالت بوضوح إن التربية أساسية في كافة مراحلها، الابتدائية والأساسية والتكميلية، وأيضا في إطار التعليم على مدى الحياة. والهدف الآن هو أن نطبق الالتزامات، ولكن علينا أن نكون واقعيين و نزاهة. السيدة المديرة العامة السيدة أزولي قالت أنها نشرت التقرير الخاص التعلم من أجل الكوكب، وهو تقرير واقعي متجرد وغير منحاز. وجاء في التقرير أن جهودا كثيرة بذلت، ولكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق الهدف. الطريق ما زال طويلا جدا. الجهود ضرورية في كافة البلدان. بلدان بدأت تبذل هذه الجهود، بلدان لم تستطع إلى ذلك سبيلا، بلدان تفكر أنها تقدمت كثيرا
ولكنها بعيدة عن تحقيق الأهداف، منها فرنسا مثلا. رقماني أود أن أسوقهما في تقرير نشر مؤخرا، جاء أن 85% ممن طرح عليه سؤال لا يعرف ما معنى ظاهرة الصوبة أو ظاهرة الاحتلال. يمكننا أن نعمل لمكافحة التغير المناخي دون أن نكون مختصين في ظاهرة الاحتلال أو ظاهرة الصوبة، ولكن كيف لنا أن نتقدم إن لم نفهم الظواهر؟ في بلد مثل فرنسا يدعي أنه تقدم كثيرا، 85% لا يعرف معنى ظاهرة الصوبة. مثال آخر، فرنسا تستخدم الطاقة النووية وهنالك بلدان تندد بذلك. فرنسا طورت الطاقة المدنية النووية، وفرنسيون كثر يؤيدون هذه الطاقة، ولكن عندما نطرح عليهم السؤال 70% منهم يعتقدوا أن الطاقة النووية المدنية تنتج غازات الصوت، وهذا ليس بالصحيح. إذن حتى في بلدان بذلت مجهودات كثيرة مثل فرنسا، ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق الهدف. إذن مكافحة التغير المناخي تبدأ في المدارس. الإعلام مهم، والتعليم والتدريس، وكل هذا يتطلب أن نهتم بالأساتذة، بالمربين، بالمعلمين. لا يمكن أن نتقدم في التعليم إن لم نهتم بالمربين، بالأساتذة. وهنا أيضا، ولأسباب تتعلق بالموارد المالية وغير ذلك، وربما لأننا تخلفنا عن الاهتمام بهذه المسألة، لهذه الأسباب مجتمعة ما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق الهدف. وأود هنا أن أهنئ من حرر بيان برلين أو إعلان برلين، وسيكون هذا ثمرة هذا المؤتمر. إذن الإعلان قرأته بتؤدة وباهتمام، وهو جيد الإنشاء، سيما المادة السادسة منه، حيث جاء لابد أن نسهر على أن التربية لغرض التنمية المستمدة لابد أن تكون عنصرا في أساسيا في الأنظمة التربوية كجزء لا يتجزأ وكركن أساسي للبرامج المدرسية. هذا هو الجهد الذي ما زال علينا أن نبذله. أعتقد أن هذا البيان مهم جدا، وفي الإعلان عينه جاء أنه لا بد أن نضمن مسألة أهداف التنمية المستدامة في كافة المواد وفي كافة الاختصاصات وعلى كافة المراحل في التربية الرسمية وشبه الرسمية. وإعلان برلين يشدد على دور المعلمين، وإعلان برلين يصر على ضرورة الاستفادة، خير استفادة، من التكنولوجيات الرقمية والجديدة والمبتكرة. لابد أن نسخر كل هذه التكنولوجيات من أجل تطوير التنمية التربية للتنمية المستدامة، مع الاستناد إلى المعارف التقليدية المحلية التي هي زخر لنا. وفي الإعلان برلين جاء أن كل الموقعين يلتزموا تكريس الموارد الكافية وضمان التمويل الدولي والمحلي للتربية لغرض التنمية المستدامة، فمن دون تمويل لا يمكن أن نضمن التربية ذات النوعية الجيدة. وإعلان برلين أيضا يدعون إلى متابعة التقدم المحرز في مجال تطوير التربية لغرض التنمية المستدامة. لا يكفي أن نعقد مؤتمرات وأن نعقد التزامات، بل علينا أن نهتم بتطبيق هذه الالتزامات. الإعلان إذن جيد الإنشاء، والبلدان الأعضاء في اليونسكو سوف تكون أمامهم خارطة طريق يتبعونها. أما الفكرة الثالثة،
هي الآتية: 2021 والعقد الذي دشناه لغاية 2030، إذن هي عقد مهم وأساسي، والعام الذي نعيش فيه الآن عام حاسم أيضا. ولا أقول ذلك لأننا نحن في 2021، لا، ولكن ما معنى 2021 أو لماذا أقول ذلك؟ عام 2021 هو العام الذي سوف نتغلب فيه على الوباء، على الجائحة، ونبدأ صفحة جديدة في التنمية وفي شكل تنمية جديدة لابد أن نأخذ في إطارها في عين الاعتبار التربية. ولو فاتنا القطار في هذه المناسبة فعلينا وعليكم السلام. و 2021 هو عام سيشهد أحداثا ثلاثة: مؤتمر غلاسكو كوب 26 في الخريف المقبل، كوب 15 في الصين في كونمين، وهي تتعلق بالتنوع البيولوجي وهو مرتبط بالتغير المناخي، فضلا عن المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي لصون الطبيعة في أيلول سبتمبر في مرسيليا. هذه الأحداث الثلاثة سوف تكون مناسبة لعقد التزامات ملموسة دقيقة وواضحة. وقلتها وأكرر، في كل من هذه الأحداث المهمة لابد من أن يكون هنالك باب يكرس للمستدامة. فكل المؤتمرات لابد أن يكون لها عنصر في هذا المجال، وهذا ما افتقدناه حتى الآن. لابد للتربية أن تكون تكون لها دائما حصة في كل المؤتمرات. ختاما أود أن أقتبس عن كلام ليون بلوم. ليون بلوم في 1946 عندما أنشئت اليونسكو قال: التربية التي توجه نحو السلام لابد أن تكون شغلنا الشاغل. واليوم أقول: التربية التي تكرس للسلام وللتنمية المستدامة لابد أن تكون في صلب خطواتنا وأعمالنا. شكرا جزيلا وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا. Thank you, Mr. Fabius, for that impassioned plea. شكرا للسيدة فابيوس على هذا النداء الملهم من أجل العمل. أنتم جميعا تعرفون بكل تأكيد السيد ألكسندر جيرست، وهو رائد فضاء مشهور، وكان يعمل في المحطة الأوروبية الفضائية، وهو معروف أيضا لأنه من حملة راية الاستدامة، وسيشاطركم وجهة نظره الفريدة من نوعها بشأن التحديات الماثلة أمامنا.
Dear participants of the UNESCO World Conference. أيها المشاركون الكرام في مؤتمر اليونسكو العالمي. إن كل منا قد قارن بين أهمية رحلة يوري غاغارين الأولى إلى الفضاء وهذه السمكة التي تعيش في المحيطات. فينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط تاريخ البشرية ولكن تاريخ الحياة على كوكبنا. إن الحياة عمرها 10,000 سنة أو أكثر، وإن الحياة هي تثير الفضول، وبالتالي نتساءل دائما. هذا الفضول هو دائما في قلب الدافع الذي يحدو بنا إلى الدخول في مغامرات للاستكشاف. إننا قد ذهبنا إلى أبعد الأقطاب حتى القطب الشمالي والجنوبي، وقد بدأنا باستكشاف الفضاء أيضا في العقد الماضي، وكل خطوة تليها خطوات إضافية. ونتيجة لهذا التقدم فإن البشرية أصبح لديها برنامج مبهر لاستكشاف الفضاء، وهناك مقاصد فضائية جديدة تنتظر الإنسان لاستقبال مثل القمر والمريخ. إذن علوم اليوم هي معارف الغد، وبفضل تطوير العلوم نستطيع نطور تكنولوجيا جديدة لتحسين الحياة على كوكب الأرض ونلهم الجيل الجديد ونتعاون تعاونا عابرا للحدود والقارات. إن ما نراه في الفضاء يفرض علينا أن نعيش على كوكبنا بشكل مستدام. ربما نستطيع أن نتعلم الدروس من المريخ إن اكتشفنا هناك كائنات تعيش على هذا الكوكب أيضا. إذن ينبغي علينا أن نعيد إلى هذا الكوكب خدمة بدورنا، فإن كوكبنا ثمين بالنسبة لنا. عندما ذهبت إلى الفضاء للمرة الأولى في 2015 كان هناك أكثر من 500 رائد فضاء سبقوني إلى هذا المحيط الجديد، المحيط الفضائي، وقد اكتشفنا هذا الفضاء الغريب علينا. وعلى الرغم من كل ما وصف لي من قبل، فإنني في أول رحلة لي للفضاء كنت أتطلع إلى أنظر إلى الخلف وأنظر إلى محيطي أنا، أي الكوكب الأزرق من الخارج، ولم أتوقع أن أرى أي شيء يذهلني أو يدهشني. فأنا قد درست علوم الأرض وقد رأيت الكثير من الصور الملتقطة للأرض بالسواتل، ولكن عندما نظرت إلى الخلف ورأيت الأرض قد دهشت. فلتتخيلوا أنفسكم مكاني في هذا المكوك الفضائي. عندما تنظر من نافذة المكوك فإنك ترى الظلام الحالك، ظلام أحلك مما يمكن أن تتخيلوه، ظلام أسود أسود يمكن أن يخيف الأطفال الصغار. إذن ترون أن هناك صوت للمحرك الذي يقدم لنا الخدمات اللازمة للإبقاء على قيد الحياة، وهذا الرنين للمحرك يصبح صوتا يعجبكم، ولكن ترون أن على الرغم من هذا الصوت هناك صمت كبير. وقد اعتبرت أنني سأشعر بلا نهاية وسأشعر بحرية مطلقة مثل تلك التي شعرت بها عندما كنت طفلاً وكنت أجري بين الحقول، وعندما كنت أتسلق الجبال وأنظر من فوق الجبل إلى المنظر من تحتي. ولكنني شعرت بشيء غريب، شعرت شعور السمكة التي تنظر إلى محيطها من خارجه، واعتبرت أن هذا شعور غريب، أن كل ما يحيط بي أكبر بكثير مما كنت أتخيل، ولا أستطيع أن أستوعب كل ذلك. إذن كنت أتوقع أن أشعر بهذا الشعور بلا نهاية وبالعظمة وهذا الكبر، ولكن ما شعرت به هو أن كل شيء صغير جدا بالمقارنة إلى هذا العالم اللامتناهي. رأيت أن الكوكب صغير جدا ولونه أزرق ولا يوجد ما يحميه من حوله، وأدركت أن الأرض ما هي إلا صخرة فيها مياه لا أكثر ولا أقل. إذن كل ما هو متاح لنا الآن هو كل ما يوجد على كوكب الأرض، وإن استنفدناه فلن يوجد المزيد. وقد رأيت أن هناك هالة هشة حول الأرض هي الغلاف الجوي، وترون أن هناك أثر طفيف تتركه عندما تترك هذا المجال الجوي.
إن هذا الشريط أو الهالة الضئيلة هي النظام الذي يبقي على حياتنا في الأرض والدرع الذي يحمينا. إذن كنت أتوقع أن يبهرني كل ذلك بشكل مذهل، ولكن ما حدث هو تغير طفيف في وجهة نظري للأمور. لقد أدركت أن هناك 2.5 مليون كيلومتر تقطعه الأرض للدوران حول الشمس كل يوم، وبالتالي فإن المسافات كلها نسبية. أدركت هذه النسبية والمسافات الصغيرة التي تفصل بيننا عندما قارنتها بالمسافات في الفضاء. إن هناك كواكب ولكنها فارغة من الحياة ولا تستطيع أن تستقبل الحياة. وكل من غادر كوكبنا سيتفق معي في الرأي إننا مستكشفين ومحبين للمغامرة، وكما قال أحدهم إننا نحب دائماً أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأن نتجاوز الحدود، واعتقدنا أن الفضاء هو المكان الذي نصب إليه. ولكن عند عودتنا من الفضاء أدركنا أن المكان الوحيد المناسب لحياة البشر هو الأرض، هو كوكبنا نحن. إذن الأرض هي المكان الوحيد الذي يمكن البشر أن يعيشوا فيه، والصورة هي من أول الصور التي التقطتها عندما ذهبت إلى الفضاء، وسميت هذه الصورة بابتسامة الكون. وقد يعطيكم ذلك فكرة عن شعور هذه السمكة التي قد جسدتني أنا، وكأني خرجت من المياه وعدت إلى المحيط من جديد عندما عدت إلى الأرض. إذن دعونا نقوم بالنظر إلى الأرض وكأنها مكوك لنا. نحن حالياً في هذا المكوك الأرض وندور حول الشمس، وفي هذه السنة هناك الكثير من البقع الشمسية التي سنشهدها، وفي الأيام المقبلة ستناقشون كيف يمكن أن نحافظ على هذه الأنظمة التي تمثل عماد الحياة على كوكبنا الأرض. فإن هذه الأنظمة هشة ويمكن أن تنكسر وتتضرر إن لم ننتبه، ولا يوجد لدينا أي حل بديل. إذن إن دمرنا الأرض وخربناها فإن كل شيء سينتهي، وسينتهي تاريخ البشرية، فلا يوجد أي كوكب بديل عن الأرض. والآن أود أن أعطيكم هذه الفكرة لتفكروا فيها اليوم. فكروا في سمكة تنظر ليس إلى محيط ولكن إلى بركة. شكرا للسيد جيرست على هذه العبارات الملهمة وعلى هذه الصور التي قد شطرتنا إياها. إذن نتساءل، ما هو الهدف من كل ذلك؟ لماذا نتحدث عن التعليم من أجل التنمية المستدامة في العقد المقبل وما بعد؟ لماذا يعتبر ذلك مهما؟ إن الشباب والأطفال يهتمون بهذا المستقبل ويشاركون في صياغته، وسنستمع إلى السيدة بانديتا رجوا ورادانا. مرحبا بكم جميعا، اسمحوا لي بأن أعرفكم بنفسي. اسمي بانديتا وأنا من إندونيسيا وعمري 16 سنة، وقد قمت بتعلم الفنون منذ المدرسة الابتدائية، وكنت أتعلم أيضا علوم الأرض، وقد تعلمت تأثير التغير المناخي وكيفية معالجة القضايا البيئية. ولكن استغرق الأمر وقتا طويلا بالنسبة لي لكي أدرك أن دراسة كل هذه الأمور لا يغير أي شيء، فإن الأرض تستغيث بنا وفي حاجة ملحة إلى اهتمامنا بها. وبالتالي أدركت أننا نحتاج إلى أن ندرك أن الأمور قد تغيرت، وإن بلدي قد تعرض للفيضانات، والكثير من الجزر التي تكون بلدي قد تعرضت لهذه الفيضانات، وهذا التلوث أصبح موجوداً في كل مكان. هناك الكثير من النفايات التي تراكمت في كل مكان، والكثير من النفايات والبلاستيك أصبح
موجودا ويلوث الأرض. ومن المؤسف أن نرى أن الأرض قد تدهور وضعها خلال السنوات الأخيرة. لقد شهدنا تغير المناخ والاحترار العالمي والفيضانات والكوارث العديدة التي تنم عن أن هناك زيادة في درجة الحرارة بسبب أنشطة البشر. إذن هذا السلوك الذي يضر بالأرض قد توارثناه جيلا بعد جيل، وإن ذلك أصبح نمط من أنماط حياتنا الاعتيادية، وما يتطلب الأمر هو أن نغير هذا النمط وهذا السلوك، وسيتم ذلك من خلال التعليم ومشاركة الجميع. ينبغي أن نتعلم ظاهرة تغير المناخ وكيفية التكيف مع هذه الظاهرة، ولكن هذا لا يكفي، لا يكفي لكي يتشافى كوكبنا، نحتاج إلى أكثر من ذلك. ينبغي أن ندرك أننا ينبغي أن نجعل من الأرض داراً تحتضننا في المستقبل وتحتضن الأجيال المقبلة. ينبغي أن نتعلم لخدمة كوكبنا، فالكوكب قدم لنا خدمات جليلة، وبالتالي أنا دورنا لنرد لكوكبنا بعض هذه الخدمات. في السنة الماضية تمكنت أنا وأصدقائي من الانضمام إلى مشروع تراش هاك، وهو مشروع عالمي. الهدف منه هو تغيير نظرتنا، ونأمل أن ينضم إلينا الكثير من الأفراد. ومن خلال هذه التجربة أدركت أن كل فرد منا يود أن يرى تغيير ويرى مستقبل أفضل، فالكثير من المواطنين حول العالم ينتظرون حدوث هذا التغير الكبير الإيجابي، والعديد من أصدقائي من مختلف أنحاء العالم قد علقوا في الندوة التي نظمناها في إطار مشروع تراش هاك ما هو مهم بالنسبة لهم، إن التعليم مهم، وبالتالي يودون أن يستندوا إلى التعليم لإحداث هذا التغيير. وجوزيفينا مثلاً من البرتغال قالت أنه في رأيها ينبغي أن نتعلم لخدمة كوكبنا، وهي اعتبرت أنه ينبغي أن نحمي الكوكب من الدمار، فهو كوكب رائع وجميل. وروسيا من فنلندا قالت أننا نستطيع أن نغير سلوكنا وأن نساعد الآخرين على تغيير سلوكهم لصالح الكوكب. وهناك صديق من البحرين قال أنه ينبغي علينا أن نبدأ في العمل الآن، فإن لم نسارع في العمل فإننا سنجازف باندثار الكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية، ونحتاج إلى تنظيم رحلات للطبيعة لكي نزيد من التوعية بأهمية الطبيعة في البحرين وفي الكوكب. وهناك صديقة أخرى قد ودت أن تشن حملة لحماية البيئة. وهناك طفلة من المكسيك عمرها 6 سنوات قالت أنه من المهم أن نهتم بكوكبنا لأنه دارنا ولا يوجد كوكب بديل. إذن إن الكوكب يحتاج إلينا لصونه وحمايته، وبالتالي اعتبرت هذه الطفلة بأننا بحاجة إلى التعليم للتكيف مع الحياة وإيجاد الحلول، ولكي ننعم جميعا بالسعادة ولكي نقترب من أهدافنا. إذن كل هذه الأجوبة قد بيّنت أن الأمور ليست مستحيلة. ينبغي علينا أن نتعاون وأن نغير أنماط سلوكنا وسبل معيشتنا على نحو مستدام، والخطوة خطوة هي الأساس، والتعليم سيعطينا الأداة لإحداث هذا التغيير. ينبغي أن نتعلم من أجل خدمة كوكبنا، وينبغي أن يندمج ذلك في النظم التعليمية في مختلف أنحاء العالم، وأن يحظى بهذا التعليم كل فرد. إن بلدي قد بدأ بإطلاق عجلة حركات بيئية، والتعليم ينبغي أن يساعدنا ويواكبنا في هذه الجهود البيئية، فإن لم نقم نحن بهذه الجهود فمن سيتولى القيام بها؟ دعونا نبني دارا مأمونة لنا على كوكبنا، وكل منا له دوره، فلنبني معا مستقبل أفضل لنا جميعا. والآن أود أن أترككم تشاهدون هذا الفيديو الذي يريكم الأنشطة التي نفذها الطلاب في مختلف أنحاء العالم في إطار هذه الحملة من أجل كوكبنا.
aprendemos nuevos y sencillos métodos para ser ecológicamente responsables y hacer nuestro planeta un lugar un poquito mejor. Composting is the process of taking waste material and reusing it to make something new. How many of you know, in 2050, we need 3 planets like Earth? By asking the girls in the school to bring their uniforms in good conditions that no longer fit well to them. Next, we clean, fix, and sell them. In addition, the funds collected will be for our campaign data. Todos sabemos que o planeta Terra tem nos pedido ajuda, mas será que estamos a fazer o suficiente? Quanto mais teremos para tomar medidas e salvar o planeta? And thank you, Ms. Waradana, for sharing those perspectives and those very important initiatives. Now, I wanted to tell you about شكرا للطلبة من إندونيسيا. كنت أود أن أخبركم بشأن إمكانية مشاركتكم في أعمال هذا المؤتمر. في يوم الاحتفال بالأرض أطلقت اليونسكو عجلة حملة عالمية بعنوان تعلم من أجل كوكبنا. وهذه الحملة الهدف منها تنظيم أنشطة لتعليم الأشخاص جوانب الاستدامة وكيفية تنفيذ هذا المبدأ في حياتهم. ولدينا في برلين في البهو بعض هذه الإسهامات للأنشطة التي تم تنظيمها في إطار هذه الحملة بعنوان Learn for Our Planet، تعلم من أجل كوكبنا. ولدينا أيضا نسخ لهذه الملصقات بالفرنسية والإسبانية. وسنقضي فترة استراحة وجيزة وبعدها سنعود لاستئناف أعمال الجلسة العامة الأولى. Welcome back to our UNESCO World Conference on Education. أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى إلى هذه الفعالية. سنبدأ الآن في أول جلسة أساسية، الجلسة العامة، حول أهم التحديات في خضم أزمة عالمية وهي الجائحة. معنا الآن ستيفانيا جانيني ومساعدة المديرة العامة للتربية هنا في اليونسكو. أرجو منك إلقاء بعض الكلمات لافتتاح هذه الجلسة. سيدة جانيني، لك الكلمة. شكرا جزيلا لسومي. أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي، طاب صباحكم، طاب مساءكم، طاب
طابت ليلتكم أينما كنتم. مرحبا بكم في هذه الجلسة المخصصة المؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة بفضل التزاماتي والتعاون مع الدولة المضيفة ألمانيا. تمكنا من إعداد هذا المؤتمر. The climate crisis is no نحن نعيش العقد الأصعب في مجال البيئة والمناخ. المديرة العامة واليوم باقي المداخلات أشارت إلى الكوارث البيئية التي نراها اليوم. إن كوكبنا هش وفي خطر. لمدة طويلة كنا نظن بأن البشر يمكن أن يقوم بما يريدونه دون أن يدفعوا الثمن في هذا الكوكب، ولكننا سندفع سعرا باهظا. نعيش الآن أزمات متعددة سببها تصرفاتنا وسلوكاتنا، ولتغيير هذا الوضع ويمكن تغيير هذا الوضع فإن التعليم من أجل التنمية المستدامة خيارنا الوحيد. التربية من أقوى القوى التي هي بحوزتنا لتغيير تصرفات وسلوكات الأجيال اللاحقة. التربية والتعليم من أجل التنمية المستدامة كما نقول تمكن المتعلمين من أن يتمكنوا وأن يحصلوا على معارف وقيم والقدرة على العمل لنزاهة بيئية، الاستدامة الاقتصادية ومجتمعات أكثر عدلا. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الغاية 14.7 ومع التنمية الهدف للمال المستدام الرابع المخصص للتربية، وتقول بأن التربية لا يجب أن تكون متاحة عالميا، هذا أمر مهم، ولكن التعليم والتربية يجب أن يكون كذلك ممكنا له مغزى وجدوى، وهذا مهم. اعتماد الإطار العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2030. الدول الأعضاء في اليونسكو بشكل جماعي تقر بأن هذا التعليم من أجل التنمية المستدامة أمر يمكن من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة 17 والوصول إلى مجتمع أكثر عدلا. أحرزنا تقدما في 15 الماضية حيث اعتمدت الدول سياسات للتعليم من أجل التنمية المستدامة واعتماد مقاربات مدرسية ميدانية. هناك 40 متعلما ومعلما استفادوا من خطة العلم العالمية، ونحن نقوم بجسر الثغرات بدعم مجتمعات أو منظمات المجتمع المدني. 14 مليون شابا يشاركوا معنا، أكثر من 5000 ونيف من النشاطات والفعاليات نظمناها، وأنشأنا وثائق سياسة تتجاوز 1500 وثيقة. الآن يجب أن نعظم من طموحاتنا وأن نزيد من هذه النجاحات ونبني عليها لكي يتمكن كل المتعلمين من أن يكونوا فاعلين في إنقاذ كوكبنا وأن يغيروا الوضع الحالي. إن هذه الوثيقة مسودة تشترك الحكومات، المجتمع المدني، المتعلمين، القطاع الخاص لكي نعيد توجيه أهداف التعليم للتحول المجتمعي. هذا التحول أمر أساسي لمجابهة التغير المناخي، فقدان التنوع البيولوجي والجائحة الحالية والجائحات المستقبلية. نحتاج إلى تعليم تحويلي يمكن المتعلمين من أن يتخذوا الإجراءات المناسبة لتغيير العالم. هدفنا اليوم هو أنه بحلول 2030 أن نجعل العالم يعي. الحكومات اتخذت إجراءات لإدراج تعليم للتنمية المستدامة في البرامج الدراسية. المتعلمين من كل الأصقاع يفهمون تحديات الاستدامة ولديهم شغف للعمل معا لتجاوز هذه التحديات وللعمل معا لمنفعة البشرية والكوكب. برامج تدريب المدرسين والمعلمين تمكن من تمكين الأساتذة والمعلمين كفاعلين للتغيير المجتمعي والتحول المجتمعي. الشباب في كل بلد نقدم لهم الكفاءات والمواهب التي تسمع صوتهم
وتجعلهم يتمكنون من المشاركة في صقل السياسات. أخيرا وليس آخرا، العمل الجماعي يمكن الجميع من أن يتعلم أن يعيش بشكل مستدام في حياتهم اليومية. التعليم من أجل التنمية المستدامة وخارطة طريق 2030، إذا هذه هي الوثيقة الخضراء، تناشد الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة للعمل في 5 مجالات أساسية ودعم تعزيز تعاونهم. الهدف هو إدراج التعليم من أجل التنمية المستدامة في التعليم على المدى الطويل في كل بلد في البرامج الدراسية. هذا برنامج طموح ولكننا يمكن أن نحققه. التعزيز والتعاون أمر مهم، التربية وحدها لا يمكن أن تحقق، ولهذا يجب أن نبني علاقات قوية مع قطاع البيئة وباقي القطاعات التي لديها أثر على التنمية المستدامة. فيما يتعلق بسياسات الحكومات، هذا يعني التعاون في مجال التمويل، التعاون من أجل التنمية، الصحة، الخدمات الاجتماعية، النقل ومجالات أخرى عديدة. إذن يجب أن نعتمد مقاربة شاملة جامعة بالتربية التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومن أجلها اليونسكو تساعد الدول للشروع في مبادرات ولإنشاء شبكات عالمية من الشركاء وتنظيم اجتماعات. والهدف هو مشاطرة أحسن الممارسات وأن نكون مختبرا للأفكار، وهذه هي مهمة وصلاحيات اليونسكو. في نهاية هذين الأيام الثلاث سنلتزم كلنا بهذه الرؤية لإعلان برلين للتعليم من أجل التنمية المستدامة. هي خطة عمل تأخذ بعين الاعتبار هذا التعليم كجزء أساسي وركن للتعلم على كل المستويات، لكي يتمكن 100% من سكان العالم من أن يتعلموا مغزى وكيفية الوصول إلى التنمية المستدامة. هذه العملية عملية مطولة ونتطلع إليها، وهناك محطات مهمة فيها في هذه هذا المسار الطويل، مثلا مؤتمر الدول الأطراف للتنوع البيولوجي في 2021، مؤتمر التنمية المستدامة. اليوم سنعد إجابتنا للتحديات التي نواجهها اليوم والتحديات التي سنواجهها غدا، وللوقاية من الكوارث لاستدامتنا ولمستقبل الأجيال اللاحقة. يجب أن نتعلم من أجل كوكبنا، يجب أن نعمل من أجل الاستدامة، ما من وقت يمكن أن نضيعه. شكرا جزيلا. Thank you very much, Miss Giannini. شكرا جزيلا للسيدة جانيني لهذه الكلمات القيمة، لا سيما من خلال إعطائنا رؤية اليونسكو بشأن خارطة الطريق هذه. الآن سنتعمق في هذا الموضوع. هناك الكثير من التحديات وكيف يمكن لخارطة الطريق أن تساهم. هناك مجموعتين من الخبراء والضيوف الذين سيحددون عنها. المجموعة الأولى النقاش فيها سترأسها سيدة جانيني، لك الكلمة. شكرا جزيلا، يسعدني الآن أن أقدم لكم 5 ضيوف كرام، وقبل ذلك فيديو من صاحبة السمو الملكي لالا حسنة، رئيسة لجنة حماية البيئة أو مؤسسة حماية البيئة من المملكة المغربية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Your Excellencies, ladies and gentlemen. In the very special context we live in. أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، في هذا الوضع الاستثنائي الذي نعيشه اليوم يجب أن نعمل معا توافق في الآراء لتحديد الأولويات التي وضعناها لأنفسنا كمواطنين عالمين لدينا قدر مشترك. إن جائحة كوفيد-19 تذكرنا جميعا بالحاجة الطارئة لتحقيق التنمية المستدامة المنصفة الجامعة التي تخدم الجميع. حماية البيئة وصون كوكبنا أمر أساسي
لأنه دارنا في إطار هذه المقاربة. إن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والتي أتشرف برئاستها تعمل لتحقيق هذه الأهداف لمدة أكثر من عقدين. مؤسساتنا عملت لتطوير عدة برامج تهدف إلى تقليص أو القضاء على الآثار السلبية لأعمال البشر على البيئة والطبيعة. أخي صاحب الجلالة محمد الخامس السادس الذي اهتم بالبيئة منذ نعومة أظافره اعتمد مقاربات ومشاريع طموحة تهدف إلى أن تدرج في أعمالنا الحاضرة، ولكنها دائما تتطلع نحو المستقبل. في هذا الصدد صاحب الجلالة دائما يذكرنا بأن المدرسة في قلب هذه المسائل التنموية، وأن التحديات البيئية بالأخص المدرسة مكان للتعلم ولتعليم ونقل القيم. تعليم الشباب لحماية البيئة يعني أن نؤمن بعالم أكثر تناغما أكثر استدامة. التعليم من أجل التنمية المستدامة، هذا الموضوع الذي يجمعنا اليوم، هو مفتاح النجاح. ولهذا السبب فإن مؤسستنا تركز على التوعية وتدريب الشباب بشأن هذه المسائل. نحن نؤمن بزرع بذور الوعي البيئي الذي يساهم في نشوء مجتمعات تعي التحديات البيئية الطبيعية، ويمكن لها أن تعتمد سلوكيات مستدامة تحمي البيئة. يسعدنا وفخورون بهذه هذا العمل والشراكة مع اليونسكو. نحن نعمل معا منذ 2020 لتعميم التربية من أجل التنمية المستدامة في البرامج الدراسية في كل المستويات. وفي هذا الصدد المملكة المغربية من بين الدول الثلاثة الوحيدة في العالم التي تقوم بدراسة ريادية في المدارس في هذا الصدد. القضايا البيئية وجهودنا يجب أن تندرج على المدى الطويل. التعليم للتنمية المستدامة منذ نعومة الأظافر أمر أساسي ويجب أن يكون أولوية. مضى وقت طويل منذ قمة ريو دي جانيرو، ويجب أن نحرز تقدما في تعليم من أجل التنمية المستدامة في البرامج الدراسية. فلنعمل معا وننفذ معا هذه الإجراءات المهمة. فلنتخذ التزاما قويا لإنشاء التعليم من أجل التنمية المستدام وجعله أولوية الأولويات. هذا الأمر طارئ، هذا الأمر حيوي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much to Her Royal Highness. شكرا جزيلا لصاحبة السمو الملكي للا حسنة من المملكة المغربية على هذا البيان من صوت رائد في التعليم من أجل التنمية المستدامة في العالم وفي إفريقيا. اسمحوا لي الآن أن أقدم فريقي أو الفريق الذي سيشارك معنا من الضيوف الكرام، كلهم معنا بشكل مباشر. شكرا للانضمام إلينا، نحييكم. الدولة المضيفة بالطبع السيدة أنيا غاليتشا وزيرة التعليم والأبحاث في ألمانيا، السيد كويتشي أغويدا وزير الثقافة التربية والرياضة والتكنولوجيا في اليابان، السيد سارا روتو الأمينة الرئيسة في وزارة التربية في كينيا، السيدة ماغي ليفانس وزيرة التعليم والعلوم والثقافة في سورينام، والسيد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية في الإمارات العربية المتحدة. Well, I would like
to invite all of you to respond briefly. أود أن أدعوكم جميعا الآن للإجابة لمدة 3 دقائق لكل واحد منكم، وأرجو منكم احترام الوقت إجابة على هذه الأسئلة. ما هي أهم التحديات 2 و 3 التي تواجهها بلدكم في مجال التنمية المستدامة، وكيف يمكن أن نجابهها ونجد لها حلا من خلال التعليم من أجل التنمية المستدامة؟ الكلمة للدولة المضيفة ألمانيا، تفضلي. شكرا جزيلا. ألمانيا يمكن أن تلعب دورا مهما لأننا في كنف الاتحاد الأوروبي، وكلنا نعمل وأن البلد الأكثر سكانا في الاتحاد الأوروبي ومن بين البلدان الأكثر صناعة. نحن لدينا قطاع صناعي ذي أداء مهم، والصناعة تتطلب الكثير من الموارد. موارد في السنوات القادمة يجب أن نغير طريقة تعاملنا معها، وهذا ما يدفعنا إلى التفكير والتأمل في الاستدامة، وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا. كيف يمكننا أن نكون مستدامين عندما نرى ترابطنا على الصعيد العالمي؟ وأظن بأن الجائحة أظهرت مدى الترابط بين كل دول العالم. التغير المناخي مسألة أخرى، ألمانيا والاتحاد الأوروبي تعتبرها مسألة مهمة جدا. شهدنا جفافا في الصيف، وهذا أمر جديد بالنسبة لسكاننا ولبلادنا، فلم نعرف من بقي الجفاف، وهذا ما أظهر لسكاننا ما هو مستقبلنا إن لم نعمل بالفعل وإن لم نحاول التحكم في مستقبلنا. لضمان بأن الاستدامة أمر يجب أن ننفذه ونعتمده في حياتنا اليومية، ويجب أن نعمل معا للوصول إلى حلول مستدامة مشتركة. ولهذا يسعدني أن أكون معكم هنا في هذه الطاولة المستديرة. وجزء من هذا الحوار، لا يمكن أن نقوم بأي شيء بمفردنا، نحتاج إلى كل دول العمل لكي نعمل معا. ساعدنا على تطوير سياسة على المدى الطويل، نظرنا في الإجراءات الاقتصادية التي ستطور الثروة، ولكن كذلك نظرنا في المجتمع، البيئة. لدينا سياسة للتعليم، المجتمع، الصناعة، لكي نصل إلى مجتمعات أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة. ويجب أن نصل كذلك إلى مجتمعات أكثر انفتاحا، أكثر عدلا. يجب أن نعمل معا من أجل الاستدامة. نحن نعتمد أو نؤمن بأن إنشاء مجتمع مستدام يجب أن يبنى على التعليم ويركز على دور التعليم. التعليم من أجل التنمية المستدامة هو خطوة أساسية للمضي قدما، وهذا جزء من برنامجي وعمل اليونسكو. 6 سنوات مضت، وبفضل قيادتي وزارتي شرعنا في هذه العملية وأحرزنا تقدما كبيرا في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة. لدينا منصة وطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة، ولديها 14 عضوا سام من الساسة، من الاقتصاديين، من الصناعيين، وممثلي المجتمع المدني. ولدينا هدف واضح، وهو أن نضمن بأن منظومة التربية في ألمانيا مسؤولة للتعليم من أجل التنمية المستدامة. ولدينا خطة وطنية للتعليم من أجل التنمية المستدامة فيها 130 هدفا، وحققنا الكثير من هذه الأهداف، وأنشأنا كذلك 149 هدفا تهدف إلى النهوض بالتنمية المستدامة، لا سيما إدراج التنمية المستدامة في برامجنا الدراسية وفي كل المؤسسات التربوية في ألمانيا. كما قمنا بتعميم هذا التعليم من أجل التنمية المستدامة في أماكن العمل، ويجب أن نقوم بهذا لضمان كذلك بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة جزء من تعليم الشباب من التدريب المهني والفني. يجب كذلك أن ندعم التعليم غير النظامي في المتاحف، في الحدائق العمومية. أنا وزيرة التعليم ولكن كذلك وزيرة الأبحاث في ألمانيا. الأبحاث أمر مهم، لا يمكن أن نصل إلى التنمية المستدامة دون العلوم، دون التكنولوجيات. للوصول إلى حلول مستدامة ويجب لكل ما ينتج من الآن كحلول وتكنولوجيات أن يضمن الاستدامة.
من المهم كذلك أن نتمكن من تطوير التعليم على التنمية المستدامة لدى الطفولة المبكرة الصغار صغار السن، وهذا جزء من خطتنا للتنمية المستدامة. نعمل كذلك مع السلطات المحلية. نقطة مهمة تعززت خلال السنوات الماضية هو كيفية اشتراك الشباب، توعية الشباب. فنحن نعمل مع ومن أجل الشباب. الشباب هم الذين يجب أن يتعاملوا مع مختلف هذه الإشكاليات على المدى الطويل. أتمنى خطة وطنية لتعليم من أجل التنمية المستدامة من أجل الشباب. لدينا منتدى وطني فيه 30 شابا من 16 حتى 25 سنة يمكن أن يجتمعون فيه ويعملون معا للتفكير في طرق الوصول إلى التنمية المستدامة. التعويل على كل أطراف ذات الصلة أمر مهم لتحقيق أهدافنا. نحتاج إلى التزامات إضافية وتعهدات لإنقاذ كوكبنا ولضمان أن الكوكب يمكن أن ينقذ في المستقبل. ولهذا دعمنا جيل التنمية المستدامة. فالشباب الآن يعون وفهموا بأن هذه المسألة جوهرية لكل حياتنا، يجب أن نجد حلولا. شكرا، شكرا جزيلا لمعالي الوزيرة. أعطي الكلمة الآن في هذه الجولة الأولى إلى وزير اليابان، وزير الياباني سيد يودا، لك الكلمة. معالي الوزير كويشي هاكويدا. شكرا جزيلا. أنا وزير التربية والعلوم والتكنولوجيات في اليابان والرياضة. أولا يسعدني أن انعقاد هذا المؤتمر، وشكرا لإعطائنا الكلمة ولدعوتنا لمناقشة هذه المسألة المهمة. نحن نعمل على تعليم من أجل التنمية المستدامة منذ سنة 2005، وكان نتيجة لذلك اعتمدنا عدة مبادرات في ثلاثة مجالات. أولا فلسفة التعليم من أجل التنمية المستدامة مدرجة بشكل رسمي في البرامج الدراسية اليابانية. ثانيا هذا التعليم جزء لا يتجزأ من وزاراتنا وبرامجنا، ونتعاون كذلك مع باقي الوزارات الحكومية. ثالثا المدارس والمجتمعات يعملون معا لتعميم التعليم من أجل التنمية المستدامة والوصول إلى حلول للإشكاليات المحلية. نحن في اليابان نواجه مشكلة شيخوخة البنية السكانية والتركيبة السكانية ونقص المواليد، ويجب أن نجد حلولا مستدامة. المدارس والسلطات المحلية يجب أن تتعاون، نقدم فضاءات مثل المسنين لتنظيم فعاليات. Next is about natural disaster prevention and responses. نحن نعمل كذلك على الوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها. من خلال تاريخنا لقد شهدنا الكثير من الزلازل والكوارث والأعاصير، واستخلصنا دروسا من هذه الكوارث التي شهدناها. وبالنسبة لنا التعليم من أجل التنمية المستدامة حل على المدى الطويل لهذه الإشكاليات والكوارث. With the help from local communities, universities, نتعاون مع السلطات المحلية، الجامعات، وننشئ خطة مثلا لمجابهة الكوارث والوقاية منها، ونقوم كذلك بعمليات إعادة البناء. أخيرا فيما يتعلق بتغيير مجتمعاتنا بسبب الجائحة، هذه الجائحة غيرت المجتمعات، لا سيما المجتمع الياباني، لا سيما كيفية التعلم. ولهذا نحتاج إلى موارد بشرية لقيادة التحول المجتمعي لمستقبل أحسن. التعليم من أجل التنمية المستدامة ركن أساسي يمكن الأفراد من الحصول على كفاءات لتحويل أنفسهم وتحويل المجتمع. خارطة الطريق من أجل التعليم من أجل التنمية المستدامة أمر مهم، ونحتاج لمبادرات أخرى في هذا المجال. من خلال هذا اليابان عازمة على مواصلة العمل من أجل التحالف الدولي من أجل تعليم أجل التنمية المستدامة، لا سيما من خلال المساهمة في صندوق الائتماني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
معالي الوزير روتو الآن، هل لكم أن تقولوا لنا، تقدموا لنا وجهة نظركم في هذا المجال؟ شكرا. Thank you very much, and I hope you can hear me very well. Greetings from Nairobi. إذن معالي الوزيرة أو الأمين العام لوزارة التربية في كينيا، أحييكم من كينيا. تعليم أجل التنمية والمستدامة أمر مهم لبلدنا، لمنطقتنا، شرق إفريقيا والعالم. بالطبع يجب أن نستجيب لاحتياجات وتطلعات الجيل الحالي، ولكن يجب كذلك أن نحمي البيئة ونضمن حماية البيئة للأجيال اللاحقة للاستجابات لتطلعاتهم. ولهذا أود أن أقدم لكم ثلاثة تحديات التي أشار إليها بعض الضيوف. أولا، التغير المناخي هو أول تحدي. في الماضي بلادنا شهد كوارث ومناخ وطقس صعب غير اعتيادي، والعلماء ربطوه بالتغير المناخي، وكان لهذا آثار وخيمة على منتجاتنا، إنتاجنا، حياتنا، وهذا له أثر وخيم على الاقتصاد والزراعة، تشكل 25% من إجمالي ناتجنا المحلي. ولهذا فإن المسائل المناخية أصبحت جزءا أساسي من حياتنا اليومية، من تعليمنا، من حياتنا السياسية، ونحن نتحدث عن هذا. والتعليم من أجل التنمية المستدامة سيساعدنا في النهوض بممارسات حسنة والتعامل مع التغير المناخي، لا سيما انقطع الصوت للأسف، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الفضلات المياه الصرف الصحي. إدارة المخاطر فرصة صانحة لفك العلاقة بين التنمية المستدامة ونخر الموارد الطبيعية. It is estimated that Kenya generates an about 22,000 tons of waste per day, which translates. نحن عالميا ننتج تقريبا 25 مليون طن من الفضلات. وأغلبية هذه الفضلات تنتج في المراكز العمرانية. بحلول 2030 أو كل سنة بحلول 2030 فإن العمران سيتزايد بنسبة 10% في بلدنا، ولهذا فإننا سنواجه الكثير من التحديات في مجال إدارة الفضلات، ولهذا يجب أن نعتمد سياسات نطور كفاءات للتعامل مع الإشكاليات المستقبلية. تحدي آخر أود أن أشير إليه وهو صون مواردنا الطبيعية. كينيا منحت أو لديها الكثير وتزخر بالكثير من الموارد الطبيعية، المنظومات البيئية، تضاريس، تنوع في التضاريس، الجبال، البحار. واقتصاد كينيا مرتبط ويعول على مواردنا الطبيعية وكنزنا وثرواتنا الطبيعية، ونحاول التعاون مع كل طرف ذات الصلة لصون البيئة وهذه الطبيعة وهذه الموارد للوصول إلى استدامة واستعمال مستدام للموارد الطبيعية. صون هذه الموارد ما زال تحديا بسبب عدم استعمال مقاربات مبتكرة، مثلا كعملية إعادة التدوير بشكل كاف، ويجب أن نعمل مع الشباب لتغيير السلوكات. ونحن نخطط لتطبيق التعليم من أجل التنمية المستدامة في خارطة الطريق 2030. لدينا رؤية 2030 وهي تتسق مع التعليم من أجل التنمية المستدامة، لأن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق إلى بيئة تعيش في بيئة نظيفة آمنة مستدامة. هذا هو عنوان رؤيتنا، وهذا ما يحركنا ويقودنا، وهذا ما نتحدث عنه الآن.
ثلاثة مبادرات أود أن أشير إليها We not only have policy, but we also have practice that promotes education for sustainable development. تضمن بأننا سنحقق أهدافنا أولاً العمل بالتعاون بين مختلف الوكالات والوزارات. يجب تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة. وهذا ما يتطلب تعاون استراتيجي تشبيك بين كل الفاعلين لا سيما مختلف الوزارات الوكالات الحكومية الباحثين أعضاء المجتمع المدني القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ورسالة أساسية أخرى لتحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال إنشاء مراكز إقليمية للامتياز في الجامعات وباقي المؤسسات الثقافية وبرامج خاصة للمدارس The actors, but a lot more. لتعميم التعليم من أجل التنمية المستدامة بين مختلف الفاعلين. التنسيق بين وزارة البيئة، الوزارات والوكالات الوطنية لإدارة الفضلات وباقي الفاعلين في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، ونيتنا هو أن ننسق بين كل هذه الجهود. إن عملنا معا فإن الأثر سيتعاظم. ثمة مسألة أخرى أود أن ألفت الانتباه إليها، وقد ساعدتنا كثيرا في رسم آفاق التعليم من أجل التنمية المستدامة. The curriculum reforms that we are that are ongoing now. إصلاح المناهج الدراسية الجاري حالياً والذي أدى إلى تعميم محتويات التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن هذه المناهج، وهذا يسمح لنا بالتطلع بتفاؤل إلى المستقبل، حيث يشمل ذلك أنشطة بيئية تستهدف الأطفال لكي يفهموا قيمة البيئة، ثمة أنشطة يشارك فيها الآباء أيضا، وهناك أنشطة منزلية على الطفل القيام بها مع أسرته ومجتمعه ومن أجل مراقبة ظواهر البيئة والطبيعة. هذا من شأنه أن يساهم في بناء جيل الغد الشغوف بالبيئة والحريص على حمايتها. كذلك هناك ممارسات خاصة في النوادي المدرسية، يقوم بعض المزارعين بتنظيم أنشطة في نوادي الطلاب، وهناك مجالات كثيرة تسمح للأطفال تحسين الأوضاع المحيطة بهم وسد الثغرات التي خلفتها الأجيال السابقة. ثم هناك مسألة أخرى، التقاسم التعلم وتشاطره عبر المنابر الإلكترونية والتعليم الإلكتروني. فالتعلم بالتعاون بين النظراء وتبادل الخبرات والمهارات من شأنه أن يساهم في تنمية الكفاءات اللازمة من أجل إنقاذ كوكبنا وسكانه. شكرا. تقول السيدة جيانيني، You anticipated already the way forward for ASD. That's fine. لقد رسمتم آفاق المستقبل وتطرقت إلى الموضوع الذي سنطرحه في الجزء الثاني من هذه الجلسة في الواقع. وأعطي الكلمة الآن للسيدة ماري ليفنز من سورينام. وهل لك سيدتي أن تكرمي بالتزامي بالوقت المخصص لكل متحدث، لأن الوقت يداهمنا الآن. شكرا، طابت أوقاتكم جميعا وتحيات من سورينام. بدأ أتوجه بالشكر إلى قيادة اليونسكو على الدعوة الموجهة إلينا للمشاركة في هذا الحدث الهام اليوم. سورينام ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي تواجه تحديات جسيمة في مجال التنمية المستدامة، وخاصة
في إطار الظروف السائدة الناجمة عن جائحة كوفيد 19. سورينام دولة مدارية صغيرة تقع إلى شمال خط الاستواء قليلا، وذلك فوق البرازيل، وهي رقم أول في العالم من حيث مساحة الغابات الخضراء، ومواردنا الطبيعية تقوم بدور حيوي في اقتصادنا من حيث التصدير وفرص عمل ومداخيل الحكومة. ومن التحديات الرئيسية التي نواجهها حاليا هي كون اقتصادنا يعتمد إلى حد بعيد على الموارد الطبيعية، ولكن علينا الآن أن ننجح في عملية تنويع الاقتصاد والتوصل إلى إدارة رشيدة إلى مواردنا الطبيعية لكي نضمن استدامة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل. ثمة تحدي آخر، حيث يتفاقم الفقر وانعدام المساواة في بين صفوف سكاننا، فالسكان في المناطق النائية هم في وضع هش ويعانون من الإقصاء من الفرص والإمكانيات والقدرات، ويعانون من العزلة وانعدام المساواة، وهذا يعرقل التنمية في البلاد. ونظراً لكل هذه التحديات، فنحن نعتبر بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة هو العنصر الذي من شأنه أن يحقق المساواة، إذ يسمح بانتشال السكان من برافن الفقر. لقد غادر العديد من الشباب المنظومة المدرسية في منطقتنا لأن التربية كانت قد فقدت هدفها ومغزاها، فكان الشباب يتساءلون لما أتعلم، لما أكتفي بالجلوس في صف الدراسة وأتحاور مع معلمي بمعزل عن العالم الخارجي الذي يحيط بي، ولماذا أتعب وأدرس بينما من يجني الأموال الطائلة هو من يقوم باستخراج الذهب والبوكسيت وغير ذلك من الموارد الطبيعية من دون أن يكون قد تلقى أي تعليم. وبالتالي فاليونسكو من خلال طرح التعليم من أجل التنمية المستدامة تقدم إجابات حقيقية يبحث عنها الشباب اليوم، أي كيف نبني عالما أكثر عدالة وسلاما واستدامة. وبالتالي فالتعليم من أجل التنمية المستدامة يساهم في تمكين طلابنا لكي يستطيعوا الإبداع ومواجهة التحديات والمشكلات التي تعاني منها مجتمعاتهم، ونمنحهم بذلك دورا ومسؤولية وصوتا وأدوات لكي يساهموا في إحداث التغيير وفي التفكير ورسم الاستراتيجيات. وهذا من شأنه أن يسمح لبلداننا بالخروج من الاتكال على اقتصاد استخراج الموارد الطبيعية والانتقال نحو اقتصادات قابلة للتجدد تراعي البيئة وتتحلى بالاستدامة. ويجب أن نضع ثقتنا بالمعلمين وبطاقات الشباب، وسأكتفي بهذا القدر لأننا سنتطرق إلى الموضوع الثاني لاحقا. شكرا. تقول السيدة جيانيني، والآن أعطي الكلمة لصاحب المعالي السيد حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم من دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. Good morning, good afternoon, everybody. طيب أوقاتكم جميعا. السلام عليكم. يسرني أن أكون معكم اليوم، وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اليونسكو والمنظمين في ألمانيا على عقد هذا المؤتمر الهام، أي التعليم من أجل التنمية المستدامة. وكما تعلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نواجه تحديات بيئية، المياه نادرة في البلاد، ولدينا العديد من المشاريع في هذا المجال لكي نقوم بتجميع المياه العذبة وكيف نستخدمها بشكل رشيد ومستدام، ونحن نعمل على هذا المنوال. ثم هناك سعي إلى الاهتمام بالجيل الجديد والشباب
الشباب الذي لديه شغف باستعمال الأدوات الرقمية والمنابر الرقمية، ويجب أن نوفر لهم العناية والتشجيع وأن نوفر لهم البرامج التي تسمح لهم بمواجهة التحديات القائمة. في الماضي كانت دورة الإمارات العربية المتحدة كانت تعتمد على الموارد الطبيعية أساساً من أجل اقتصادها، ولكننا الآن قمنا بتنويع نشاطنا الاقتصادي. هناك نشاط صناعي قائم في البلاد، وقطاع السياحة قد ازدهر من جملة مجالات أخرى، وقد أضفينا كذلك تحويلات كثيرة على المنظومة التعليمية منذ الطفولة المبكرة حتى أعلى مستويات البحث والتطوير. هذه القضايا عالمية فعلا، والصعوبات التي نواجهها حاليا قد أثرت على النظم التربوية في كل بلدان العالم. في بلادي لدينا بنى تحتية وأساسية متطورة تستعمل الأدوات الرقمية، وهذا سمح لنا بإجراء تحول سلس يراعي متطلبات الوضع بعد حدوث جائحة كوفيد-19. وعالم اليوم متواصل ومترابط، وكل ما يحدث له أبعاد دولية. نحن لدينا منذ عام 2017 قمنا التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل الوزارات والهيئات الحكومية، والتعليم التربية والتعليم هو المجال الذي يحظى بالأولوية والاهتمام. ونشكر اليونسكو على جهودها الثمينة، لأن انطلاقة هذه المبادرة الخاصة بالتعليم من أجل المستدامة من شأنها أن تعود بالفائدة على العالم أجمع، وهنا يجب أن نهتم بالتنفيذ. يجب أن يتعاون الجميع في العالم من أجل التنفيذ، فبعض الأمم قادرة على التنفيذ بسهولة، والبعض الآخر قد يتعرض للخطر، خطر التخلف عن الركب. وإذا ما ردنا لهذه المبادرة أن تكلل بالنجاح، يجب أن نعمل يدا واحدة وأن نضافر الجهود وأن نتعاون فيما بيننا لكي نسلم هذا الأرث، كوكب الأرض، من جيل لآخر بسلامة. ونتطلع إلى تعزيز التعاون وإلى توحيد الصف في مجال التربية والتعليم وتقاسم المعارف والخبرات فيما بين وزارات التعليم والهيئات المعنية. شكرا تقول السيدة جيانيني، شكرا جزيلا لك صاحب المعني، وشكرا للجميع. في الواقع لقد أشرتم في مداخلاتكم إلى الجزء الأول والجزء الثاني من هذه الجلسة معا، نظرا لترابط الموضوعين، وبالتالي أقترح عليكم أن نلتزم جميعا بالاختصار والإيجاز في الجزء الثاني، خاصة أن الوقت ضيق. معالي الوزيرة من ألمانيا، شكرا لك. من الصعب يا سيدتي أن نلخص هذه الأمور في بضع دقائق. طبعا الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه يستند إلى التعليم، فهو المفتاح. نحن في الاتحاد الأوروبي نسعى إلى المساهمة في أعمال هذا المؤتمر بشكل منسق، ولدينا زملاء في الاتحاد الأوروبي قد تعاونوا معنا وقمنا معنا بصياغة التزام مشترك، أي التعليم من أجل التنمية المستدامة نحو عام 2030. ولدينا خطة أشرت إليها منذ قليل في مداخلتي الأولى تتماشى مع توجه اليونسكو، وكذلك لدينا مبادرة تضم البلدان المشاركة في برنامج اليونسكو الذي قمنا بتعميمه لكي يشمل عدة أنشطة،
مبادرات متنوعة تسعى إلى تغطية الأبعاد التابعة لأهداف التنمية المستدامة. وهناك ترابط فيما بين أهداف التنمية المستدامة، وما نحن ما نسعى إليه هو توعية السكان بضرورة تعديل أنماط السلوك، فتصرفاتنا جميعا هي التي من شأنها أن تحدث التغيير. والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ثم التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم غير النظامي أيضا، والتعليم العالي، كلها مجالات يجب أن تسخر لهذا الهدف المشترك الذي فيه خير الجميع. إذن الهدف الذي نصب إلى تحقيقه طموح للغاية. واليوم لاحظنا مدى تنوع الأساليب المتبعة لتحقيق الأهداف نفسها. هناك تواصل بين ثقافات وترابط فيما بينها. هناك أدوات رقمية يمكن الاستفادة منها. وجائحة كوفيد-19 كانت محركاً فرض على النظم التربوية التأقلم مع متطلبات الوضع الجديد، وقد أحرز تقدم كبير في مجال الرقمنة في الدول المختلفة داخل التعليم الابتدائي والثانوي. وفي ألمانيا نسعى إلى تسخير المعلومات لخدمة التنمية المستدامة، وكذلك نساهم من خلال التطوع، العمل التطوعي الذي يقوم به البعض، مما يسمح بتعزيز العلاقة المتبادلة بين الأدوات الرقمية والتنمية المستدامة. شكرا لك سيدتي، وأعطي كلام معالي الوزير السيد هاجودا من اليابان. وهل لك أن تتكرم بالإيجاز أثناء مداخلتك يا سيدي؟ بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب ذلك تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتركيز على الصعيد الوطني الداخلي بحد ذاته لا يكفي، بل يجب تعميم هذا التوجه على العالم بأسره في أفق 2030، وذلك من خلال التعاون مع أمانة اليونسكو، وذلك من خلال مساهمة الصندوق الائتماني الياباني، وذلك من خلال دعم المبادرات القطرية وإنشاء شبكات تجمع بين أصحاب المصلحة والاهتمام بتعليم الفتيات. الاستدامة هي من الأهداف المنصوص عليها في المناهج الدراسية في اليابان. We will have a new ESD national implementation plan. وستكون لدينا خطة تنفيذ جديدة هي قيد التطوير حاليا، وستصدر في هذا الشهر، تنمي إلى تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون الدولي وتعزيز الشبكات التي تجمع بين أصحاب المصلحة. وهذا هو الإطار الجديد الذي ستنطلق منه اليابان لدعم ما يخص التعليم من أجل التنمية المستدامة سواء داخل اليابان أو خارجها. شكرا جزيلا صاحب المعالي، وأعطي الكلمة للسيد الأمين روتو من كينيا. شكرا جزيلا. توحيد السياسات والممارسات أمر مهم من أجل إحراز التقدم على صعيد الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية على حد سواء. وهناك بعض الممارسات التي يمكن أن أذكرها على سبيل المثال. لدينا سياسة خاصة بقطاع التعليم
وخطة تنفيذ في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك من أجل تشجيع التعاون بين الوكالات والجهات الفاعلة. It is critical in education, but all the other ministries البيئة معاني مهمة في مجال المناهج الدراسية الجديدة، وهذا يتطلب التنسيق بين كل الهيئات المعنية. هذا من جهة. من جهة أخرى، في إطار الإصلاحات الجارية نحن ننفذ إصلاحات حالياً كما قلت لكم في مجال المناهج الدراسية ومجال قطاع التعليم بشكل عام، وهذا يشمل تأهيل وتدريب المعلمين أيضاً. هذا المجال يخضع للإصلاح حالياً، حيث أننا نسعى إلى تشجيع التعليم على الاستدامة من خلال استعمال المواد التعليمية التي تبين كيفية البناء بدلاً من التدمير. وعندما ينطلق المعلم من هذه الأخلاقيات ومن هذه المبادئ، فهو الذي سيسمح بالقيام أي قيام المعلم بدور صلة الوصل بين ما يجري داخل المدارس وخارجها، ما يجري داخل التعليم النظامي وفي المجالات التي يمكن أن نصفها بالتعليم غير النظامي. السيدة صاحبة المعلم من سورينام، تفضلي. شكرا جزيلا. This big transformation, we need deep structural بالنسبة لهذا التحول الكبير، نحتاج إلى ESD roadmap relies heavily تعديلات هيكلية عميقة. فخارطة الطريق لتعليم الأجيال المتعلمة المستدامة تستند إلى العناصر التالية. على صعيد السياسات، ننتقل من منظومة قائمة على المحتويات إلى منظومة تهتم بالمتعلم، أي المنظومة التربوية. وهنا نحاول أن نستلهم من السياسات التي تنصح بها اليونسكو لتمكين المتعلم من العيش بالاستفادة مما تعلمه، وكذلك نطبق إصلاحاً في مجال المناهج الدراسية لكي تشمل قضايا وقيم المواطنة العربية وأهداف التنمية المستدامة كمجالات أفقية تعمم على كل مواضيع التعليم، وكذلك نضع مشاريع لها أبعاد علمية جامعة للاختصاصات، ونركز على موضوع غابة الأمازون، وسعمم ذلك على المرحلة الابتدائية في المدارس ولدى المعلمين، وكذلك ندعو كل الطلاب والمعلمين والباحثين إلى الانضمام إلى جهودنا رامية إلى إنقاذ غابة الأمازون. ونحن كذلك نحاول زيادة الدعم المقدم للمعلمين خاصة في المجتمعات النائية، حيث أن الحواجز الجغرافية واللغوية والثقافية قد تكون صعبة للغاية ويصعب تخطيها. في مجال التعليم المهني والفني أو التقني، ثمة مسار جديد اسمه المسارات المهنية الخضراء وقيد التطوير، حيث يمكن للطلاب أن يساهموا في الاقتصاد الأخضر وإحراز تغيير، تحقيق تغيير وتوسيع الآفاق في البلاد. وسورينام تلتزم بالنهوض بنهج التعليم الأجيال المستدامة في مجتمع الكاريبي، وذلك عبر الأمانة المشتركة في جماعة الكاريبي لكي نتقاسم الموارد والمبادرات التي من شأنها تعود بالفائدة علينا جميعا. وفي الختام، خارطة الطريق في سورينام تركز على توفير الفرص للمعلمين والمتعلمين على حد سواء لكي يجربوا بشكل عملي التنمية المستدامة، لكي يكتشفوا هذه الأمور من خلال تجربة شخصية.
فالتعلم لا يقتصر على ما هو صحيح أو خاطئ أو على أن يكون المرء ذكياً أم لا، بل أن يعيش الإنسان حياة لها مغزى، له أن يكون له مصدر معيشة مستدام وأن يساهم في بناء عالم أفضل هو كوكبنا الواحد، دارنا الواحدة. شكراً جزيلاً. شكراً صاحبة المعالي. والآن أعطي الكلمة لصاحب المعالي السيد حسين بن إبراهيم الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل. بالنسبة لتنفيذ تعليم أجل التنمية المستدامة في المنظومة التربوية، قمنا بذلك ونسعى إلى تعزيزه. وكيف لنا أن نقيس كمياً قدر ذلك من حيث التنفيذ لدى المعلمين والمتعلمين؟ هنا تكمن مبادرة في الإمارات العربية المتحدة، الغرض منها هو العمل المباشر وجني التجربة الحقيقية في المدارس والجامعات. لدينا مشروع يسمح للمعنيين بالاهتمام بالبحوث ودراسة المشكلات القائمة أما في البلاد أو خارجها وطرح الحلول والآفاق والمسارات، أي لكي يتعامل الشخص مع الصعوبات بشكل مباشر وأن يفهمها ويطرح الحلول التي قد تكون مناسبة. هذا هو توجهنا. كذلك نشجع خريجي الثانوية قبل الذهاب إلى الالتحاق بالجامعة، نشجعهم على الانضمام إلى دورات بحوث أو دورات تدريب أو اطلاع على قضايا البيئة والعلوم الجديدة ومجالات الابتكار، لأن هذا من شأنه أن يسمح بتعزيز آفاق الاستدامة في المستقبل. التعليم المهني والفني أو التقني هو حجر الزاوية هنا، لأنه يمكن للشباب وفئات السكان أن تستخدم ذلك من أجل تحقيق الاستدامة وصون الموارد والبيئة. والآن لدينا أيضا التعلم مدى الحياة، من هو غير منخرط في النظام التعليمي، كيف نرافقه وكيف نوفر له ما يلزم مدى حياته. هنا يكمن دور المنظمات غير الحكومية وجهات كثيرة يمكن أن تساهم في هذا المجال، ونحن على تم الاستعداد لإطلاعكم على تجربتنا وتقاسمها معكم. وهناك مثل مشرق على الاستدامة نأمل أن نقدمه للعالم في معرض دبي 2020 إكسبو 2020 العالمي، لكي نطلع معا على آفاق الاستدامة من أجل البيئة والمستقبل. شكرا لمعالي الوزير وشكرا على هذه الدعوة الكريمة للقدوم إلى معرض دبي 2020. لقد استمعنا إلى القضايا المطروحة من تحديات وحلول، ونعرب لكم عن امتناننا لمساهماتكم القيمة والمبادئ والمشاريع المطروحة. قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا الاجتماع، سنطلعكم على تقرير يصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر، أي التقرير الذي يبين العلاقة بين التربية والتعليم من جهة والبيئة من جهة أخرى. يجب أن نضع محصلة للمرحلة التي قطعناها حتى الآن قبل أن نستعد لآفاق المستقبل، ونحتاج إلى فهم أفضل لهذه القضايا والاطلاع على كيفية تصدي الدول لهذه المسائل، خاصة بالنسبة لتغير المناخ وحالات خسارة أو فقدان التنوع البيولوجي. والأستاذ أرون بنافوت من جامعة نيويورك، و
مدير سابق للتقرير في اليونسكو والذي قام بإعداد هذا التقرير مع السيدة الأستاذة ماكنزي من جامعة ساكشيفان. تفضل. شكرا جزيلا للسيدة جيانيني وشكرا لكل المشاركين الكرام في هذا المؤتمر لكي أطلعكم على هذا التقرير التعلم من أجل الكوكب وكيفية إدماج هذه الاعتبارات البيئية ضمن التعليم، وهذا يسمح بعرض إدماج وتعميم هذه القضايا في المناهج الدراسية في المراحل الابتدائية والثانوية في كل أنحاء العالم. وهذه البحوث استندت إلى مقابلات مفصلة ومعمقة مع خبراء في مختلف الأقاليم الجغرافية وعلى عملية مسح شملت 1600 معلم ومسؤول في مجال قطاع التربية بثلاث لغات، وذلك بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وهنا بالاطلاع على التحليل الذي قمنا به لهذه المواد توصلنا إلى اكتشاف ما يلي: أي إدماج وتعميم القضايا البيئية في سياسات الدول والمناهج الدراسية ما زال منخفضاً وما زال سطحياً. 45% من وثائق المناهج الدراسية لم تشر أو بالكاد إلى مواضيع البيئة، و 17% من الوثائق المدروسة كانت تحتوي على تركيز معتدل على القضايا البيئية. هذا من جهة، أخرى أكثر من نصف السياسات التربوية والمناهج الدراسية لم تذكر التغير المناخ، 19% فقط منها أشارت إلى التنوع البيولوجي. والدول التي تشير إلى البيئة والاستدامة بشكل عام 83% من المناهج الدراسية أشارت إلى مفهوم البيئة مرة على الأقل، و 69% منها أشارت إلى الاستدامة. ثالثاً، من بين من أجابوا على صبر الآراء 36% قالوا بأنه لم يدرج بتاتاً محتويات متعلقة بالبيئة في ما قبل الخدمة أو في برامج تدريب المعلمين. مواضيع من أجل التنمية المستدامة كصون المحيطات، التصحر والكوارث الطبيعية لم تدرج في 36% في برامج تدريب المدرسين. التغير المناخي، المياه، التنوع البيولوجي والتلوث البيئي أدرجت ولكن بشكل طفيف. الصورة التي نصلها من النتائج الإضافية وضعناها في منشور وهي واضحة. في المجتمع العالمي للتعليم لا نقوم بشكل كافي لضمان أننا نقدم للمعلمين ما هو ضروري ولا نقدم للمتعلمين ما هو ما نرتئيه. والممارسات الحسنة في السياسات كما هي واردة من خلال الحوارات وصبر الآراء، لا سيما الإشارة إلى ما أشار إليه الوزراء في المرة في الجلسة السابقة، غير مدرج بشكل كاف في السياسات الوطنية والبرامج الدراسية الوطنية في أغلب الأحيان. ولهذا توصيتنا هو أننا يجب أن نركز بشكل أكبر على إدراج هذه المواضيع في التعليم، لا سيما إلى الاهتمام إلى التدريب والتعليم كوسائل لمجابهة التغير المناخي. يجب أن يعمم موضوع التنمية المستدامة في كل البرامج الدراسية، ويجب اعتماد بيداغوجية ومنظومة تربوية شاملة جامعة تركز على المعارف والأدلة العلمية واشتراك المعلمين اجتماعيا وعاطفيا للتعلم من أجل العمل والمشاركة في حماية البيئة. كل القطاعات، كل المؤسسات نحتاجها للعمل على هذا. السياسات التعليمية
يجب أن تدرج بشكل شامل للمواضيع البيئية في كل المستويات الدراسية، ويجب تعزيز مشاركة باقي الأطراف ذات الصلة، أولياء الأمور المتعلمين، المؤسسات التربوية عموما. يجب أن نعمل لكي يحظى قادة المدارس، المعلمين بالمعارف الضرورية لنقل أهمية التعلم من أجل التنمية المستدامة وتقديم فرص تحويلية للتعلم. أخيرا، الفاعلين الوطنيين البيئيين والمعلمين يجب أن ينسقوا بشكل أحسن للتوعية وللعمل لوضع عتبات وطنية وعالمية للتعلم بشأن التعلم من التنمية المستدامة. نتمنى من أن هذه الوثيقة ستحفز على تغير وتعميم التعليم من أجل التنمية المستدامة والتغير المناخي، وأنه بحلول 2030 أن يتواصل دعم التعلم للأجيال اللاحقة. مارسيا ماكنزي وأنا أدعوكم إلى قراءة هذا المنشور والتقرير، وشكرا على حسن الاستماع. شكرا جزيلا لسعادة البروفيسور لكم ولي البروفيسورة ماكنزي كذلك. أظن بأن التقرير سيكون قاعدة ممتازة لعملنا في السنوات القادمة مع في طريق هذه الخارطة الطريق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيداتي سادتي. ننتقل إلى الجلسة الثانية لكي نرى كيف سنمضي قدما لإدارة هذه الجلسة. أعطي الكلمة لزميلي السيد يانسن، وهو مديرة شعبة السلام والتنمية المستدامة في اليونسكو. السيدة يانسن لك الكلمة. شكرا جزيلا لإستيفانيا. طاب مساك، طاب صباحكم، طاب ليلكم للجميع، وأرحب بكم هنا بحرارة في هذه الجلسة الثانية. يسعدني الاستماع أو أربع ضيوف معنا، كلهم يمثلون أطراف ذات صلة مهمين في مجال التعلم من أجل التنمية المستدامة والتعليم التحويلي. بداية أرحب بروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا ورئيس شعبة أو شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو من المناصرين للتعليم من أجل التنمية المستدامة على الصعيد الدولي. يسعدني كذلك أن أرحب بأندرياس شلايشر، مدير التعليم والكفاءات والمستشار الخاص للأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وهو يقدم مشورة اقتصادية في كبرى المؤسسات العالمية. ويسعدنا كذلك أن يكون معنا سوزان هابغود، رئيسة منظمة Education International للتعليم الدولي، وهي الصوت العالمي للمعلمين التي دائما حاولت أن تنهض بالتعليم من أجل التنمية المستدامة لدى أعضائها. And last but not least, وأخيراً وليس آخراً، إلينا تيرالونغي أسست وأدرت مجلس الشباب للتغير المناخ في جامايكا، وحصلت على جائزة رئيس الوزراء الجامايكي لتعليم أجل التنمية المستدامة. مرحبا بكم. بعد نقاش الجلسة الأولى أود أن أطرح عليكم سؤالين كذلك. السؤال الأول، هل منظمتكم أنتم ما هي التحديات الاثنين والثلاث التي تعتبرونها الأهم، وكيف يمكن للتعليم من أجل التنمية المستدامة أن يطلع بها؟ أرجو منكم أن تحترموا 3 دقائق في كل مرة لإجابتكم. دون تأخير، البروفيسور ساكس لك الكلمة. شكرا جزيلا للسيدة يانسن، وشكرا لليونسكو ولكل راعين لا سيما الحكومة الألمانية لتنظيم هذا الاجتماع المهم، ويسعدني أن أشارك فيه. هدفان أساسيان لتعليم أجل التنمية المستدامة هما التعليم من أجل التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ. هذان الهدفان الأساسيان الذين سطرهما العالم بحلول 2030. إذن واحد بحلول 2030 والآخر بحلول 2050.
لحد الآن نحن بعيدون جدا عن تحقيق هذه الأهداف، وهذا محبط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبعودون كذلك عن تحقيق أو مجابهة والحد من أخطار التغير المناخي. الشباب يحتاجون إلى الأدوات والكفاءات، ولهذا يجب أن نقدم لهم التعليم من أجل التنمية المستدامة. يجب أن يدرك الجميع ما الطابع الطارئ والفرص السانحة في هذا السياق، لا سيما الآن بعد الجائحة. بسبب الجائحة الملايين من الأطفال والتلاميذ لم يتمكنوا من إتمام دراسهم الابتدائية والثانوية. أكثر من 250 شابا في سن التمدرس خارج المدارس. هذه الجائحة أثرت بشكل وخيم على كل المجتمع والمنظومة التربوية بالأخص. الملايين من الأطفال شهدوا سنة مظلمة محلقة، ويجب أن نجابه هذا الواقع. لا يمكن أن نحقق تعليم من أجل التنمية المستدامة إن لم نتمكن من تحقيق التعليم. إن كان المتعلمون خارج المدارس، فكيف يمكن لهم أن يتعلموا بشأن التنمية المستدامة؟ ويجب أن نركز على هذا وأن نحاول إيجاد حلول واقعية. الدول تواجه ذائقات ميزانية كبيرة. المؤسسات المالية لديها دور، وزراء التربية يجب أن تضمن توفير التمويل للتربية والتعليم علاوة على التعليم من أجل التنمية المستدامة. أنا قلق جدا بشأن هذا الوضع. فهناك نقص في التمويل للتعليم منذ أكثر من 20 سنة، والآن الوضع تفاقم بشكل كبير وأصبح طارئا. نحتاج إلى رصد عالمي، لا سيما من قبل البنك الدولي، البنوك الإقليمية للتنمية، وزراء المالية، لا سيما في الدول الغنية. يجب كلها لهذه الهيئات أن تعمل مع الحكومات في الدول ذات الدخل الضعيف والدول ذات الدخل المتوسط لضمان توفير ميزانيات وتمويل كاف للتعليم ولإعادة المتعلمين والأطفال للمدارس. وجزء إيجابي مهم يجب أن أركز عليه وذكرته الوزيرة الألمانية هو الثورة الرقمية، التمكين الرقمي. هذا أمر مهم. يمكن أن نحقق التعليم من أجل التنمية المستدامة، ولكن يجب لهذا تقديم أدوات رقمية إلكترونية إنترنت للأطفال. نصف أطفال العالم للأسف ليس لديهم ولوج لإنترنت لأنهم فقراء، ليس لأن هذا مستحيل. ليس لديهم المعدات، لا يتمكنون من دفع ثمنها. التعليم والتربية يجب أن يكون أولويتنا في السنتين القادمتين بعد أن نبدأ بالتعافي من هذه الأزمة والجائحة. والحل يبدأ بإنترنت. يجب أن يعود التعليم على إنترنت ونعززه. هذا السبيل الوحيد لتسريع التعلم والتعليم. هذا ما سيمكننا من تدريب المعلمين، وإلا فإننا سنتحدث عن مبادرة جميلة لطيفة، ولكننا لن نعظم الأثر ولن نحقق أهداف التنمية المستدامة، وسنترك هذا الجيل على قارعة الطريق خلف الركب. ولهذا أطلب من اليونسكو وكل الزملاء وكل المعلمين ووزراء التربية أن يعملوا بشكل جدي في السنتين القادمين فيما يتعلق بميزانية التعليم، لا سيما في الدول الفقيرة. هناك واقع في إفريقيا جنوب الصحراء مثلا، إتمام الدراسة الابتدائية والثانوية حتى قبل الجائحة كان بنسبة 25%. أما هدف التنمية المستدامة الرابع فكان ينص على أنه بحلول 2030 يجب أن يكون 100%.
وتضاءلت هذه النسبة بشكل كبير بسبب الجائحة، وهذا الأمر أساسي. أضيف إن سمحتم، قبل أن يتحدث أندرياس، يجب كذلك أن نصر على تحويل النتائج الدراسية الجيدة إلى نتائج اقتصادية جيدة مستدامة، لا سيما في سلم بيزا لدراسة الجودة في الأداء في التعليم. أغلبية الدول لا تمكن من تحقيق أهداف التنمية أو أهداف التعليم المدرجة في بيزا، فكيف لها أن تحقق تعليم من أجل التنمية المستدامة؟ التعليم من أجل التنمية المستدامة يجب أن يكون مدرجا في تقييم جودة التعليم بيزا. إذن الإنترنت، الميزانيات أمر مهم لضمان التنمية المستدامة في كل مكان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لهذه هذا البيان القوي سعادة البروفيسور ساكس. أدري إن كنتم قد نظرتم إلى أو كنتم تعلمون لا، ولكن سأعطي الكلمة للزميل الذي ذكرته لك الكلمة. أود أن أشكر اليونسكو على جهودها من أجل التعليم من أجل التنمية المستدامة. لدينا السيد شلايشر. هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن نتخذها لمجابهة التحديات التنمية المستدامة، ولكن لا يمكن أن ننجح إن لم نستثمر ونغير في التصرفات البشرية. والتعليم من أجل التنمية المستدامة هذا هو فحوى. الاستدامة أصبحت جزءا من البرامج الدراسية منذ جزء ليس بالطويل، والآن نعمل 80% من المدراء المدارس يقولون بأن التغير المناخي، المساواة بين الجنسين، الهجرة، الفقر هي أكبر التحديات التي يواجهونها. عندما ننظر إلى المعلمين ورأيهم آخر صبر الآراء بيزا، ثلاثة أرباع المعلمين يقولون بأن المساواة بين الجنسين والتغير المناخي أمر طارئ مهم. هل تظنون بأنه يمكن أن تقومون بشيء في هذا الصدد؟ ويقولون بأن الأمر صعب، والتعليم من أجل التنمية المستدامة يمكن الشباب لتعبئة جهودهم وقدراتهم العقلية الفكرية العاطفية للعمل. وبما أننا نحن في برلين اليوم، هناك مفارقة أكثر من أي مكان آخر. أغلبية الشباب في ألمانيا يعون بشكل كبير جدول أعمال التنمية المستدامة، ولكن أقلية يعتبرون بأنه يمكن لهم أن يغيروا الأمر. وهنا يكمن دور التعليم من أجل التنمية المستدامة في إحداث التغيير. الطلاب في سنغافورة كما ترون في هذا الرسم البياني قدموا إجابات ممتازة في مجال تأثير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على المناخ، ولكن هذه المعرفة تبقى نظرية. وعندما سئلي بشأن المواد الاستهلاكية التي يفضلون، قد لا تتطابق هذه المنتجات مع الاعتبارات البيئية ولا تتوائم معها. إذن يجب الحفاظ على القدرة على الصمود إذ نعيش في عالم يعاني من اختلال التوازن. فكذلك يجب أن نفسح للشباب بالعيش في ظروف متغيرة متطورة باضطراد والتوائم والتأقلم معها، مثلا في مجال العلوم والرياضيات في فيتنام وماكاو. هناك مواد علمية تحظى بتعليم ممتاز، ولكن يفتقر التلاميذ والطلاب إلى القدرة على
الصمود، بينما بالمقابل هناك دول قد لا تملك الإمكانيات نفسها من خلال نظمها التربوية، ولكن يتمتع الطلاب فيها بقدرة أكبر على الصمود والتأقلم مع ظروف صعبة. إذن يجب أن نوفر المعارف العلمية والمهارات اللازمة للشباب من أجل تعميم الاقتصاد الأخضر والاطلاع على قضايا المناخ يسمح بتغيير أنماط السلوك والتصرفات لدى الشباب، وكذلك يجب أن يؤدي ذلك إلى تأثير على الالتزامات السياسية من حيث ما يتم تمويله وتوفير الأولوية له. ثم هناك التواصل مع المجتمعات المحلية وكذلك الممارسات في قطاع الأعمال، الممارسات في مجال الاستهلاك والتوظيف رأس العمل، وكذلك تغيير السلوك لدى امرئ ما قد يساهم في تغيير السلوك لدى نظرائه. شكرا جزيلا لكم جميعا، وسألتقل الآن إلى السيدة سوزان هوباغود، ولفترة وجيزة من فضلك لأننا قد تأخرنا بعض الشيء. شكرا جزيلا على منحي الكلمة وهذا هذه الفرصة للمشاركة في الاجتماع. سأشير إلى التغير المناخي وانعدام المساواة باعتبارهما التحديان الرئيسيان اللذان يجب أن نواجههما، والقضاء على الفقر والجوع يحتاج إلى التعليم والمساواة بين الجنسين وفرص العمل، وهناك ترابط وثيق بين المناخ وبين تحسين الأوضاع الاجتماعية. و أنا أتحدث من منزلي في أستراليا، وقد أجرينا دراسة جامعية للنظم الإيكولوجية في بلادي، أي المانغروف والغابات، ولاحظنا أن 19 نظام إيكولوجي يمكن أن يوصف بأنه على وشك الانهيار، أي أنه يعاني من تغييرات جذرية قرناً بوضعه الأصلي ويصعب عليه التعافي منها، وذلك برغم من التزام أستراليا بتخفيض الانبعاثات لغازات الدفيئة وما إلى ذلك. وأستراليا تصدر للأسف معلومات خاطئة ومغرضة بشأن علوم البيئة. نحن نعلم ما هو الواقع، فهناك اليابان، فيليبين والهند وسريلانكا وفيجي تنتمي إلى إقليمي الجغرافي، وهي تتعرض لآثار المترتبة على التغير المناخي. والتغير المناخي يؤثر على السكان الذين يعانون من الهشاشة أصلاً، وذلك بسبب العواقب الوخيمة التي تعاني إلى حالات وفاة وتفاقم الفقر، وبالتالي يجب أن نضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل الجميع وتتحلى بالاستدامة. هذا هو الواقع، فالتعليم من أجل التنمية المستدامة يجب أن يوفر مصدر إلهام للطلاب ونقدم لهم الأدوات من أجل الاطلاع على هذه الأمور والدراية بها، فلا مفر من الواقع. فأحيانا تستخدم الأنباء الكاذبة كأسلحة
تموه ما يجري فعلا في الواقع، وبالتالي يجب أن نبتعد عن السياسات التي لا تضمن الاستدامة والمساواة. ونحتاج إلى ما يلي: الشباب يجب أن يتحلوا بروح ناقدة وأن يملكوا المعارف العلمية وأن يكونوا على اطلاع على حقوقهم، وذلك يتطلب العمل بشكل واقعي، والمسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومات، فالقطاع العام ومنظوماته هي التي من شأنها أن تبعدنا من شفيرة الهاوية، وهنا تكمن الديمقراطية. شكرا للسيدة سوزان على هذه المداخلة القيمة، ويسرني الآن أن أعطي الكلمة للسيدة إلينور تيرابرونغي من جامايكا. ما هو رأيك سيدة إلينور بشأن السؤال الأول المطروح في جلسة النقاش هذه؟ لا نسمع السيدة المتحدثة. لا نسمع السيدة المتحدثة. Right, are you hearing me now? Very well, thank you. هل تسمعونني الآن؟ نعم، تفضلي سيدتي. Good morning, thank you so much for having me. Good afternoon. طابت أوقاتكم أينما كنتم. سأطلعكم على منظوري كمواطنة من جامايكا، دولة جزرية صغيرة نامية، إذ أننا نعاني من آثار التغير المناخي والمخاطر المحدقة بنا طارئة، ربما أكثر من مناطق أخرى في العالم. ولدى الأطلاع على الوضع السائد في العالم، ألاحظ أن التحديات الرئيسية تكمن في مجال توفر الغذاء والماء، وكما قال بعض الزملاء يجب حماية المجتمعات الهشة. وهنا نلاحظ أن الدول الجزرية الصغيرة النامية باعتبارها فئة هشة من الدول والمجتمعات والتي تعاني من صعوبات جمع بما في ذلك في مجال الانتفاع بالتعليم، فالفقراء أحياناً لا يستطيعون استعمال الأدوات الحديثة، ولكن في جامايكا البنى التحتية الأساسية أحياناً غير موجودة، ولا يوجد تغطية لشبكة الانترنت في بعض أجزاء البلاد. ونحن كشباب، نحن الجيل الذي يعيش هذا التغير المناخي والذي عليه أن يتوصل إلى حلول لكي نبني عالم أفضل من أجلنا ومن أجل أطفالنا والأجيال القادمة، ويجب أن نهتم أكثر بالتعليم من أجل التنمية المستدامة. بعض الدول أكثر تقدما منا في هذا المجال مقارنة بما يجري في جامايكا والذي يتم بشكل بسيط وعفوي. أحيانا هناك أنشطة في مجال التعليم غير النظامي وهي غير مدمجة في منظومة المدارس، وبالتالي سيفوت بعض الشباب الانتفاع بهذه المبادرات. شكرا وسأكتفي بهذا القدر. شكرا لك يا إلينور، لقد قدمت لنا وجهة نظر الشباب والدول الجزرية الصغيرة النامية. الوقت المتاح قصير للغاية، الوقت المتبقي بضع دقائق فقط، وسأعود إلى الأستاذ ساكس بدقيقتين. هل لك أن تطلعنا على خطط منظمتك من أجل مواجهة هذه القضايا؟ Thank you very much. You know, as you شكرا جزيلا. حلول التنمية المستدامة هي شبكة تتعاون مع اليونسكو ومع الفاتيكان ومع مؤسسات كجامعة كولومبيا وغيرهم من الشركاء من أجل تطوير
and to campaign for the connectivity and the financing that we need. Please listen to what to be able to carry out this education. استمعنا إلى مثال من جامايكا وهذه أوضاع نشهدها في مناطق أخرى من العالم. ليس بوسعنا الاكتفاء بعبارات منمقة جميلة هنا نرددها، بل يجب أن نسعى إلى توفير حلول عملية سريعة. السيدة سوزان هوبكود قالت مسائل وجيهة يمكن أن نهتم بهذه القضية في المدارس وخلال التصدي للأنباء الكاذبة والمعلومات المغرضة التي يروج لها البعض، ويجب أن نوفر التمويل اللازم لهذه المبادرات، أي من خلال تعبئة حقيقية. فوزارات المالية حالياً، وأنا تحاورت مع بعض الشخصيات البارزة في صندوق النقد الدولي وفي الفاتيكان، كرر هذا القول: نحتاج إلى التمويل، وإلا ستنجح الدول المتقدمة ولكن ستحرم الدول الأخرى من هذا النجاح الذي نصب إلى تحقيقه. إذن يجب أن نعبئ التمويل اللازم لكي يلتحق الأطفال بالمدارس كل أنحاء العالم، ولكي يكملوا تعليمهم الثانوي، ولكي يتلقوا التأهيل والتعليم سواء في مجال دراسات متنوعة أو المجال المهني والفني أو التقني، وكذلك يجب توفير التأهيل والتدريب للمعلمين. شكرا جزيلا لهذه الرسائل المؤثرة التي وجهتها. السيد أندرياس، شكرا لك. نحن نسعى إلى تضامين التعليم الأجنبي المستدامة في مصفوفة بيزا، وهذا أمر مهم. يجب أن نكون على بينة من أمرنا عندما نتحدث عن تحسين الأوضاع. لا يجب أن نكتفي بالحديث عن التعليم الأجنبي تمام استدامة وتعليم الرياضيات والعلوم، هذا لا يكفي. هناك أبعاد عملية يجب أن نأخذها بالاعتبار. المعرفة بالبيئة مسألة هامة، والاطلاع على هذه الشؤون يتطلب نهجا شاملا. يجب أن نفهم الملابسات والتداعيات في كل أنحاء العالم، سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية. هذا الوعي يجب أن يكون عالميا. ثم يمكن أن نتساءل: هل الشباب يتحلون بالقدرة على تقييم الأوضاع والتفكير بشكل مبتكر والتصرف بشكل لازم على اختلاف أصولهم وثقافاتهم؟ نحن جمعنا قدرا لا بأس به من المعارف، هذا صحيح، ولكن يجب أن ننجح في تسخير هذه الموارد من أجل القيام بعمل حقيقي ملموس، وهنا يكمن دور تقييم بيزا المستقبلي. أندرياس، هل أن أسألك، هل يمكن لكل دول العالم أن يتم تقييمها في بيزا؟ لأننا نحتاج إلى نظام عالمي للتقييم، لا سيما الدول الفقيرة. بشكل إيجابي، نحن نعمل على ضم 100 بلد، وهذا تقييم مفتوح، ونحن ندعم دولا في أفريقيا، في أمريكا الوسطى، في جنوب آسيا، لبناء البنى التحتية والتقييم التقدم في التعليم. أنا أتفق معكم، يمكن أن نعمل وننجح إن كان هذا الجهد عالمي. شكرا جزيلا أندرياس، وشكرا جيف في التيسير معي. أعطي الكلمة بسرعة لسوزان، تفضلي.
شكرا جزيلا. لن أدخل في هذا النقاش بشأن بيزا في كل العالم. أود أن أقول باسم أساتذة والمعلمين على الصعيد العالمي هو أننا نحن دائما ملتزمون ويجب أن يكون التعليم حقا وليس من تعليم من أجل التنمية المستدامة للجميع. لدينا حملة أطلقناها كي نضع محو الأمية والتغير المناخي في جدول أعمال وبرامج دراسية لكل دول العالم. التعليم على أساس العلوم والتركيز على التغير المناخي والتنمية المستدامة أمر مهم، ويجب كذلك أن نقدم تمويلا كافيا للتعليم والتغير المناخي. كذلك يجب أن يصبح المدرسون صوته. To ensure that every student leaves school climate literate and equipped with the skills and knowledge. يجب لكل متعلم أن يخرج المدرسة ولديه المعارف الكافية والدراية الضرورية لمجابهة التغير المناخي والعمل على التنمية المستدامة. ولكي نصل إلى المستقبل المستدام، نعمل مع منظمات أخرى في أكثر من 178 دولا لمشترة تجاربهم ونتعلم من بعضنا البعض. ولكي ندعم الدول الأعضاء من خلال تعاون وتشبيك. وأكتفي بهذا نظرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سوزان، وشكرا للعمل الممتاز الذي تقوم به منظماتكم، منظمات التعليم الدولي Education International. سنختتم هذه الجلسة من النقاشات، وسنختتم بمسك الختام إلينا شابة متعلمة لكي تحدثنا عن خطة منظماتها للمستقبل. إلينا لك الكلمة. يجب أن نعمل مع المتطوعين المنظمات للتوعية بالتغير المناخي. عندما بدأت بعملي كان بيطلع حيان نحاول مجابهة التغير المناخي، ولكننا فهم طبعها الشام وأبعادها التربوية الاجتماعية الاقتصادية. ما نحاول أن نقوم به هو أننا نحاول تقديم أسس تعليمية للشباب، فهم العدالة العالمية بشأن التغير المناخي، المفاوضات الدولية بشأن مجابهة التغير المناخي، مغزى التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة. يجب أن يفهم الجميع هذا. نحن منظمة لا تحظى بدعم حكومي، ولهذا فنحن نعمل مع متطوعين. إذن من ينضم إلينا عادة هم أشخاص متطوعون، إذن هم أصلا يعون التغير المناخي ومهتمون به. ونحاول إذن تعميم معارفنا وجذب فئات أخرى من المجتمع لنا. يجب أن تكون هناك كذلك إرادة سياسية، وأنا متفائلة لأنه الآن هناك إرادة سياسية لمجابهة التغير المناخي والعمل على التعليم من أجل التنمية المستدامة. شكرا. شكرا جزيلا للجميع. شكرا لإلينا، وشكرا لكل الضيوف الأربعة لحضوركم معنا اليوم، وشكرا موصول على هذه العروض والرسائل والآراء المهمة والنيرة. يسعدني أننا لن نختتم هنا، ولكن هناك يومان ونصف لكي نواصل هذا النقاش. وشكرا لمساعدتنا في هذه البداية. بهذا أعطي الكلمة للميسرة لكل المؤتمر سومي. مرة أخرى شكرا جزيلا لكم جميعا. تحية لكم. شكرا جزيلا للسيدة ينسن ولكل الضيوف الكرام على هذا النقاش المثمر. الفرصة سامحة لكي نأخذ استراحة قصيرة، ولكن قبل الاستراحة أود أن أشير إلى بعض النقاط. أولا، هذه المنصة بنيت وصممت لإتاحة نشاطات وعروض خلال فترة الاستراحة لكم، وهناك كذلك فضاء يسمى برلين لاونج أو لاونج برلين للتشبيك للقاء بقية الضيوف، ويمكن أن تلتقوا إما بشكل غير رسمي أو رسمي وتتناقشوا بشأن بعض المواضيع التي سطرتها اليونسكو كمواضيع أساسية.
إذا نشجعكم على المشاركة في هذه النقاشات. بعد استراحة قصيرة سيكون هناك أول طالب مستشار وزارية وسنتحدث عن تحديات والتزامات على الصعيد الوطني، وهذا أمر مهم للمؤتمر. نقطة مهمة أخرى، عند الساعة 4:30 تقريبا بعد ساعة ونيف من الآن سنعمل لسوق العمل التعليم من أجل التنمية المستدامة. للأسف انقطع البث. We're here at an exhibition visiting different booths. This is the virtual version of it. There are stakeholders. وهناك النسخة الافتراضية، هناك أطراف ذات صلة من كل العالم. يقدمون لكم أمثلة مبادرات. للأسف البث ينقطع. رسالة من الترجمة. Have the opportunity to visit that today and we'll have that open also through the course of the conference. And last point from me before we go into this break. Tonight is the Berlin night. This is another opportunity for networking hosted by ليلة هناك ليلة برلين. And we'll have a special musical performance there. الوزارة الألمانية. والآن سنستمع إلى استراحة موسيقية. للأسف انقطع الاتصال. إذا نعود بعد الاستراحة. Dear participants of the UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development, my name is Doreen, this is my good friend Johnny, and we're here today to delight you with some live music. We hope you enjoy it. Stay in my heart and I will love you forever and ever. We'll never will part of how I love you together, together. That's how it must be to live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, and while riding of us, dear, I say a little pray for you. At work I just take time and all the my coffee break time, I say a little pray for you. Forever and ever you stay in my heart and I will love you forever and ever. Music brings the world together, and UNESCO has brought the world together on education for sustainable development.
We wish you a successful and lively conference.